احنا هنبدأ النهاردة بالميتنج اللي هو إن شاء الله الميتنج الرابع لـ Just 3S. هنتكلم النهاردة عن الـ Validity والـ Reliability في الـ Agreement Mention. هتخش شوية كده عشان انتظر بس كويس كمان ولا ايه؟ ولا ايه بتسمع؟ كده كلها ظهرت؟ أول حاجة إحنا بنتكلم على الـ outcomes، والـ outcomes دي يعني من أهم الحاجات طبعاً، لأن هي غير إن هي مهمة، ما كانتش بقت في البيكو موديل اللي إحنا على أساسها بنعمل الـ research question، عشان خاطرها بنعمل الـ research methodology. الديزاين بتاعنا لازم يبقى sound ويبقى strong، على أساس إن إحنا في الآخر نبقى solid، إن إحنا الـ outcomes اللي إحنا طلعناها دي نقدر نثق في الـ results بتاعتها. في الاخر كل الهوليدا اللي بتتعمل في الريسيرش بتتعمل عشان في الاخر الاوت كام بتاعنا اللي احنا بنبني عليه، سواء السامبل سايز، فكل الكلام كل الحاجه في الاخر هي منصب اساسا توورد ان احنا هنتكلم عايزين نطلع ريزلتس للاوت كام. اوكي، فاحنا لما بنيجي نتكلم على الاوت كام عموما، يعني احنا بالنسبه لنا في الاول يعني لازم نحدد حاجه. لو واحد قال لي مثلا نفترض ان الديزيز الفلاني التريتمنت ايه ده احسن من تريتمنت بي، قبل ما اروح بقى مثلا طبعا المفروض طبعا اشوف هو بيعتمد عليه، لو قال لي الدراسات بتقول ان التريتمنت ده احسن من التريتمنت ده، قبل ما اروح اشوف الديزاين لازم اول سؤال واقعي اساله له اللي هو في ايه احسن منه في ايه. مفيش حد احسن من التاني في كل حاجه، في حاجات معينه هتلاقي اوتكمز هو احسن منه، واوتكمز التانيه ما كانش في فرق، ويمكن اوتكمز التالته تريتمنت بي كان احسن من ايه. فهو في الاخر مين احسن من مين في ايه؟ لازم دايما السؤال في ايه؟ اوكي، ومن غير الاوتكمز هتلاقي الناس بتتكلم في المطلق. يعني مثلا واحد قرر قال لي والله انا شايف ان العمليه دي ناجحه، اقول له ليه؟ هيقول انت مش شايف عامل زي الرهوان هو عمال ينط زي بتاع وعمال يروح الشغل وبتاع؟ جميل. واحد تاني يقول لي انا شايف ان هي فشلت، ليه؟ اصل ده موديل. يعني ايه ده موديل؟ كل واحد هيمشي باسلوبه، كل واحد بطريقه، والاوتكم بمزاجه. اوكي، which is okay، كل واحد ممكن يختار الاوتكم بتاعه ما دام عنده justification ان الاوتكم ده مهم. بس نيجي نسال ازاي قياس الاوتكم ده اهم من كون الاوتكم بقى كل واحد مقتنع بشيء. يعني مثلا واحد راح في تيد توك فان هو ده موتيل بالنسبه لهم، ده اوتكم مهم. اوكي، هو عمل justification بتاعه للكوميدي ستاند بتاعته ان الاوتكم ده مهم، ان ده موتيل. اوكي، بس هو قاس ده ازاي؟ دي اللي احنا بنتكلم فيها اللي هي الفاليديتي والريلاي. اوكي، لما نيجي نتكلم عن الاوت كوم انا عندي حاجه اسمها كونستراكت، انا عندي حاجه كبيره كده عايز اروح اقيس انتيتي معينه. اوكي، بقيسها بشيء معين، فالكونستراكت ده اللي انا رايح اقيسه، رايح اقيس فانكشن مثلا، رايح اقيس بين. ازاي بقى دي الماجيك، دي التول اللي احنا بنقيس فيها؟ يعني مثلا انت قلت ان انت رحت تقيس كونستركت اوف فانكشن، جميل، قيسته بايه؟ ان انا عملت الميجر، الميجر بتاعتي كانت ايه؟ ان انا شفت مثلا تيست معين في الجيت. اوكي، ده الميجر بتاعتي، ان انا الكونستركت في الاخر كان فانكشن. الكونستركت ميجر، يعني ممكن عندي كذا تول تقيس نفس الكونستركت او تاخد ديفرنت اسبيكتس من الكونستركت. اوكي، فدايما الامبريلا بتاعتي هو الكونستركت، انا بقيس ايه. اوكي، طيب نيجي لتاني حاجه اللي انا بتكلم على الميجرز بتاعتي. الناس بتقول لك عندي السبجكتيف واوبجكتيف ميجر. اوكي، سبجكتيف واوبجكتيف هي بتعتمد على قد ايه بيرسونال جادجمنت دخل في الموضوع ده. السبجكتيفيتي مش معناها هل هو رقم وواحد بيوصف، يعني في واحد يعني لا الحاجه الرقميه اوبجكتيف، لا مش شرط. الفاز اللي هو بيديني البين ده رقم، بس ستيل في سبجكتيفيتي لان في بيرسونال جادجمنت. في واحد بالنسبه له لما اقول له البين بتاعك زيرو مفيش بين، والتندر اكس كروشيتنج بين او اصعب بينز حسيت بيه في حياتك، في واحد عنده ثري شولد للبين اساسا قليل، فبالتالي اللي هو عنده بالنسبه له مش قادر يستحمله، في واحد تاني بالنسبه له ده الم متوسط هو حمال اسيب. اوكي، فكل ما البيرسونال جادجمنت زاد كل ما السبجكتيفيتي زاد، وبالتالي ما يفضلش ان احنا دايما نقول ايه سبجكتيف اور اوبجكتيف ميجر، هي سبيكتروم كونتنت. بلاش تعالوا نبعد عن الدايكوتومس ثينكينج اللي هو بيبقى بعيد شويه عن الساينس وعن الواقع، ان هو
يا عايش يا ميت اتس اوكي في بعض الاوتكمز، انما مش في كل الحاجات. وغالبا الحياه ما فيهاش الدايكوتومي ثينج اللي هو يا كذا يا كذا، يا ابيض يا اسود. في عندي كونتينوم انا بشتغل عليه، فانا بتحرك في الكونتينوم ده من السبجكتيف لاوبجكت. تاني حاجه انا عندي في ميستيك دايما الناس بتاخد ان الاوبجكتيف ميجر هي دايما احسن من السبجكتيف ميجر. اوكي، ممكن لبعض الحاجات يبقى الاوبجكتيف ميجر احسن، او على خلينا نقول الدقه بتاعتها وان احنا نتعامل معاها كاناليسز وان احنا نقول في الاخر كونكلوجن ثابت، الاوبجكتيف بتبقى احسن من السبجكتيف. بس في حاجات ما ينفعش نخليها رقميه قوي، اوكي، زي بتوع الكواليتيف سيرش، زي الحاجات مثلا نفترض ان انا طلعت تكنولوجي جديده وعايز اخد راي الناس في الامبريشن بتاعهم وفي طريقه استخدامها. لو انا خليت العمليه اوبجكتيف رقميه قوي هخسر انفورميشن كتير، كل حاجه ممكن تحولها لارقام، اي حاجه ممكن احولها لارقام، اوكي، بس في الاخر هتفقد بعض المعاني لما تلاقي واحد بيوصف الشيء غير لما واحد يديها رقم. اوكي، فمش دايما الاوبجكتيف يبقى احسن من السبجكتيف على حسب انا بقيس ايه. وعندي كمان في حاجات سبجكتيف ان نيتشر زي البين بتاع الناس، فده النيتشر بتاعه سبجكتيف، لازم الواحد يعترف بده. واتس ليميتيشن ان ذا اوت كم، بس ستيل البين حاجه لا يختلف عليها ان هي one of the most important clinically relevant outcomes اللي الكل بيقيسها تقريبا في الـ في الـ في الريسيرش بتاعه، مع ان هي سبجكتيف. اوكي، نيجي للحته اللي في كتير بيتلخبطوا فيها، ان انا عندي باد diagnostic validity reliability ان هي diagnosis ولا ايه. انا عندي الاوتكمز ممكن تبقى سكريننج، ان انا بشوف الشخص ده الهيلثي ده هاو لايكلي ان هو ممكن يديفلوب الكونديشن، وبالتالي هل هو محتاج فيردر انفستيجيشن ولا دايجنوستيك، ان انا هقرر الشخص ده هيلثي ولا عنده ديزيز. اوكي، وعندي تريتمنت بيست كلاسيفيكيشن اللي هي على اساسها لما هقيسها هتحرك لي تريتمنت في ناحيه من الناحيات، اللي هي بيسموها كلينيكال بريدكشن رول، او ممكن نعتبرها بروجنوستيك اوتكمز. تمام، وعندي الاوتكم ميجر، ودي اللي هي بتقيس الليفل مثلا بتاع السيمتوم، الليفل بتاع الفانكشن اند سو اون. اوكي، فانا عندي الحاجات دي بتختلف. طب امتى اقول ده دايجنوستيك ميجر، ده بروجنوستيك، ده اوتكم ميجر؟ ملهاش حاجه ثابته، على حسب الجول اللي انت بتستخدم عليه الاوتكم. يعني ممكن واحد يجي في الاول عنده هيستخدم تو تريتمنتس فور دايجنوستيك، فهو جاب الفاستنج بلاد شوجر على اساسه هيحدد الشخص ده هيبقى انكلودد في الديزي في الاستدي بتاعته ولا لا، يبقى اذا هو مستخدمها كدايجنوستيك اوتكم. ستيل وهو بيديهم التريتمنت هيبتدي يقيس الفاستنج بلاد شوجر عشان يشوف الافكت اوف تريتمنت، يبقى بقى اوتكم ميجر، يبقى هو دايجنوستيك واوتكم ميجر. يمكن على حسب الليفل اللي هيوصله الفاستنج بلاد شوجر وهو بيديله التريتمنت هيغير الدوز، يبقى بقى بروجنوستيك او تريتمنت بيست كلاسيفيكيشن. يبقى اذا عندي الاوتكم اخذ من كذا بيربوس، على حسب البيربوس بتاعه بيتصنف. مش معناه ان في ميجرز يتقال عليها دايجنوستيك، اوتكمز دايجنوستيك واوتكمز ثانيه دي اوتكم ميجر، لا، على حسب انا هستخدمها في ايه، هي في الاخر هتفولفيل انهي بيربوس من دول. وطبعا كل واحده وليها الايه الاستاتستيكال كونسيدريشنز بتاعتها. بس مش هنختلف ان كلهم لازم يبقوا ان ذا بيس بتاعهم valid and reliable. يبقى الاول اساسا قبل ما اروح بقى اشوف الدايجنوستيك مثلا، لو دايجنوستيك ان انا اشوف sensitivity و specificity والحاجات دي، لا، انا لازم outcome الحاجه اللي انا بقيس بيها التول دي تبقى valid and reliable في الاول، وبعدين ابتدي اشوف هي تقي ان هي تبقى diagnostic ولا لا. بس لازم في الاول الفاليديتي اند reliability. الفاليديتي لو بصينا عليها هي فعلا لو الفاليديتي والريلابيلتي البيز، لان الفاليديتي لو بصينا على الديفينيشن بتاعها هو بيقول ايه؟ ان التول دي بتقيس اللي انا عايز اقيسه ببساطه. يعني الديفينيشن بتاعها بيقول كده من البيز خالص، ان انت بتستخدم التول دي عشان تقيس الايه؟ عشان تقيس الايه؟ الحاجه اللي انت عايز تقيسها من الاخر. فدي ان ذس سمبلست فورم. فلو هي مش فاليد يبقى هي مش بتقيس اللي انت عايز تقيسه خالص. تمام؟ طيب قبل الفاليديتي في الريلايبيليتي، عشان التول تبقى فاليد لازم تبقى ريلايبل. لو هي مش ريلايبل then it is not valid. خلاص الموضوع منتهي. ممكن تبقى ريلايبل and not valid، بس مستحيل تبقى valid and not reliable. اوكي؟ وناخدها بمثال. انا مفترض ان عندي منبه. المنبه ده انا كل يوم بظبطه على 6:30 ماشي؟
يجي 7 يرن، جه بكره ظبطته على 6 ونص، جه الساعه 7 يرن، اليوم اللي بعده 6 ونص، جه الساعه 7 يرن. المنبه ده الريلاير، المنبه ده كل مره بيرن الساعه 7، بس هو مش فاليد، هو ما راحش صحيني في الوقت ده انا رحت صحيني. اوكي، تخيل المنبه ده بقى بيرن كمان مره 7 مره 5 مره 8 مره 9، مستحيل هيبقى فاليد. بس ممكن لو انا جبت منبه بيرن لي دايما الساعه 7 قصدي 6 ونص يبقى بقى فاليد وريلايبل. اوكي، في another definition او another terms بيستخدموها في qualitative search بالذات psychologist، اللي هي بدل validity و reliability والكلام ده بنقول truth اسمه ده truthful ولا consistent ماشي ولا neutrality. طبعا دي بيبقى ليهم definitions مختلفة، ممكن في مرة نفكر في ان احنا نبغى حد يبقى ليه في qualitative search research يتكلم فيها. طبعا لو بصيتوا على الانترنت فانتوا هتلاقوا جوكس كتير ما بين qualitative research و quantitative، هما مش طايقين بعض بس هي لذيذه. بس هي في الاخر يعني عايزين نقول ان كله يحترم، كل حاجه ليها الحته بتاعتها. اوكي، ان هي بتديسكرايب الكواليتيف ريسيرش معتمد على الديسكريبشن وفعلا بيدي ديبث في الحته دي، بينما هو صعب في في الاستاتستيكال اناليسيس وان الواحد يوصل لديسيجن. اوكي، فدول يعني هتلاقوا جوكس لذيذه بتفرجوا عليها. اوكي، نيجي بعد كده بقى للريلايبيليتي. الريلايبيليتي عامل زي ما اننا قلنا لازم تبقى الحاجه reliable قبل ما هي تبقى valid. فانا عندي كذا نوع للreliability، عندي inter-rated reliability و intra-rated test retest، دول اكتر حاجات معروفة. تمام، في حاجات طبعا تانية زي مثلا parallel form وال تقريبا اسمها consistency reliability، ففي اسماء تانية بس دول اكتر حاجات بنواجههم اللي هو inter-rated وال intra-rated وال test retest. الانتر ريتر ان لما 1 اور 2 اور 3 او اكتر من واحد ريتر استخدموا التول لنفس العيان في الاخر هيطلعوا تقريبا مور اور ليس نفس القياس. ماشي، طبعا مش نفس القياس يعني ايكوال بالظبط، بس الى حد ما يوصلش ما يطلعش في الاخر ديسيجن مختلف عن بعض. الانتر ريتر ان انا لما استخدم التول دي اقيسها لنفس العيان، استخدم ان انا اقيس الكونستركت بتاع نفس العيان ان انا نفسي اطلع تقريبا نفس القياس. طيب التست ري تيست، التست ري تيست معتمد على التول مش على الريت، يعني انا استخدمت التول، التول دي بتطلع لي اوتوماتيك ريدنج زي مثلا بتاع تحليل الدم جهاز مثلا، فهو طلع لي رقم ماشي، لما احط فيه جزء من العينه من نفس العيان لما يطلع لي رقم يطلع رقم قريب، فهي ليها دعوه بالتول مش بالريت، بس هي قريبه من الانترا ريتر بس هي دعوه بالتول. فالتست ري تيست قريب من الانترا ريت. الفاليديتي زي ما احنا قلنا ان انت بتقيس الحاجه اللي المفروض تقيسها، الكونستركت اللي انت عايز تقيسه. طبعا ده ممكن يبقى واضح بالنسبه للناس لما نيجي نتكلم على طول الشخص ماشي، وزن الشخص، انما الموضوع يبتدي يبقى مش واضح قوي لما نبتدي نتكلم على حاجات مش بنقدر نشوفها زي مثلا كواليتي اوف لايف. يعني ايه كواليتي اوف لايف؟ طيب الكواليتي اوف لايف ممكن لو سالت واحد من هنا هيديفاين بشكل، واحد من بلد تاني هيديفاني بشكل مختلف، فبالتالي ان انا اطلع تول فاليد ان هي تقيس الكواليتي اوف لايف يبتدي بقى يطلع ان انا عندي في كذا اسبكت والاسبكت دي بحاول اقيسها وفي الاخر اطلع مثلا حاجه تيندكيت الكواليتي اوف لايف. فالفاليديتي واضحه في الحاجات الاوبزرفبل والحاجات السهله، انما في حاجات تانيه بالنسبه لي ممكن تلاقي الموضوع ما بقاش واضح. واحسن مثال هتلاقوها ليها اللي هي الكواليتي اوف لايف. ماشي؟ فنيجي لانواع الفاليديتي. زي ما انا قلنا في الاول الكونستركت ده الاول حاجه ان هو راح يقيس الحاجه اللي انا عايز اقيسها، فده كونستركت، هو راح يقيس الكونستركت اللي عايز يقيسه، عايز يقيس فانكشن او يقيس الفانكشن. اوكي، بس ننزل تحتها بقى عندي التفرعات دي بصراحه مختلفه ما بين الريفرنسز، تمام، تختلف من مكان لتاني. بس عندنا عندي الترانسليشنال فاليديتي اللي هي تحتيها الفيث والكونتنت. الفيث از ذا ليست تايب اوف فاليديتي، المفروض الحاجه يعني ده اقل تايب اوف فاليديتي وما ينفعش حاجه تعتمد على الفيس فاليديتي بس. يعني ايه فيس فاليديتي؟ يعني باي لوجيك التول دي بتقيس الحاجه اللي انا عايز اقيسها، باي لوجيك شكلها من شكلها كده بيقول ان هي تقيس الحاجه دي، راح اوريها لواحد اكسبيرينس اه يقول لي التول دي تقريبا بتقيس اللي انت عايز تقيسه. ماشي، دي الفيس فاليديتي. الكونتنت ليها دعوه اكتر بالكوشنير، او مثلا زي ما انا بنقول مثلا كونستركت مش واضح زي كواليتي اوف لايف، هل الكونتنت او الديفرنت اسبيكتس اللي راح يقيسها دي
في الاخر هي valid ان هي تقيس الكونستركت اللي فوق الكواليتي اوف لايف ولا لا. دي الكونتنت فاليديتي. اوكي الكرايتيريون فاليديتي بينقسم عندي كونكرنت بريدكتيف كونفرجنت وديسكريمينانت. تمام الكونكرنت ان انا الحاجه التول اللي معايا هي تبقى بتقيس نفس او قريب من قياسات الجولد ستاندرد. ذا كونكرنت فاليديتي. Predictive validity إن هي تبتدي تبريدكت الشخص ده لما قسله هيبتدي يبريدكت الشخص ده ممكن يحصل له إيه in future. أوكي دي يسميها Predictive validity. وعندنا article مع الدكتورة منا إن شاء الله في كذا نوع من الvalidity هنشوفها. وعندنا ال convergent و discriminant validity اللي أعتقد أكتر بالكوشنير صح؟ آه هي حاجة عشان ما تبقاش validated للجهاز ده. تمام اه ان احنا بنشوف اه الكونفرجنت ان هو الحاجات اللي ليها علاقه ببعض تبقى كورليتد ما بينهم علاقه والحاجات اللي هم مفروض ان هم ما لهمش دعوه ببعض ما يبقاش كورليتد مع ما يبقوش ليهم كورليشن ما يبقاش فيه ريليشن ما بينهم. ساعات بيجي واحد اسمه نون جروب فاليديتي. النون جروب فاليديتي اه عند برضه من نون جروب فاليديتي ان هو التول قدرت تفرق لي ما بين تو تايبس حاجه انا بس يعني مثلا هنشوف في المثال مع الدكتوره منها هيبقى فولرز اند نون فولرز ان التول دي قدرت تفرق statistically تطلع statistical significant difference ما بين التو جروبس. يعني افترض ان انا برضو هقيس مثلا حاجه مثلا ايه هقول ايه حاجه زي الفانكشنال حاجه زي الجيت او حاجه زي الفانكشنال تيست ما بين هقيسها على ناس هيلثي وناس عندهم ديزيز فان هو طلع difference significant difference ما بين الهيلثي وما بين الديزيز. It's a non, it's a non group validity. يعني نقدر نقول ان هي بداية الدياجنوستيك بس لسه ما وصلتش الدياجنوستيك. دياجنوستيك ميجر ليها حاجات زي sensitivity, specificity, likelihood ratios ليها other اسمها statistical considerations بس في الاخر عندنا ان احنا بنقول ايه ان هي بداية ليها ان هو يوصل للنون group validity. شيء ممكن تكون حاجة simple زي جهاز الضغط بيفرق ما بين الهايبوتنسيف والنورموتنسيف والهايبرتنسيف. تمام اوكي ان انا عندي زي ما الدكتور علي قالت كده الجهاز الضغط ان هو مثلا يقدر ايه ان هو يقدر يقيس ويفرق في الاخر ما بين الديفرنت كاتيجوريز بتاعت الهايبرتنشن. طيب هنيجي بس نقول هنت على حته لان احنا صعب قوي ندخل في كل الستاتستيكال تيست بتاعت اللي هي الاجريمنت بس دي حته بيقع فيها كتير نير دي الكورليشن اللي ملوش اهل يسالوا عليه اللي هو الناس تقول عليه مره ان هو اكوزيشن مره الناس تقول ان هو اجريمنت تحس ان هو متبهدل مع الناس. تمام الكورليشن الناس فعلا بتابيوزنت في الفاليديتي والريلايبيليتي. اوكي بالذات في الفاليديتي. طيب في حاجات زي ما احنا قلنا مش واضحه يعني فانا الكورليشن اتس ذا تيست اوف تشويس في الحاجات اللي هي زي مثلا الكوشنيرز زي مثلا ان التو تولز بيقيسوا بطريقه مختلفه عن بعض فما اقدرش اعمل ما بينهم ابسولوت اجريمنت. اصل ابسولوت اجريمنت معناها هل هو مطلع نفس القرايه بالظبط ولا لا. فاحيانا الكورليشن بيبقى ذا تيست اوف تشويس بس بيبقى ميس انتربريتد. فاحنا لو بصينا يعني مثلا في الاكزامبل ان احنا عندنا ديجيتال سفيجما مانومتر والميركوري. تمام فأنا لما جيت أقيس بطلت هنا لقيته إن هو طلع أول عيان إن هو عنده 80 186 116 94 124. لو بصينا هنا هلاقي في فروقات دايما كان في دايما إن الديجيتال مطلع لي الإريات دايما أقل من الميركوري وأقل مش في حاجة بسيطة. الأرقام زي ما أنتم شايفين مش أرقام بسيطة. مع ذلك لو رحت عملت كورليشن هتلاقي إن الكورليشن ما بينهم زي ما أنتم شايفين كده اتس بيرفكت كورليشن. اوكي يجي واحد يقوم عامل كورليشن بعدين يروح يقول للناس تمام الديجيتال زي الفل اتس كورليتد مع الميركوري ات كان بي يوزد ان ريبليسمنت اوف ذا ميركوري سيجما مانومتر وده يبقى الانتربريتيشن بتاعه اند كونكلوجن ودي هنا تبقى الكارثة. اوكي يبقى هنا المشكله يبقى انا لازم ابقى عارف شويه هل التست اوف تشويس ينفع الكورليشن ولا لو هو هيقيس بالظبط بنفس البارامتر يبقى الكورليشن ما ينفعش لازم ابتدي اخش في الاجريمنت ميجرز اللي هي فور كوانتيتيف اشهرها اللي هم الفلاندر اوتمن بلوت وعندنا اللي هو الاي سي سي. العقب نفسه ده مثلا هتلاقي في الديجيتال ساعات كان بيقرا هايبوتنشن في النورموتنشن نورموتنسيف يعني والناحيه الثانيه بيقرا هايبرتنسيف بالظبط ان ففي الاخر هي ايما يعني في ريال لايف بالظبط ان هي اختلفت في ان انت اساسا تروح تقول العيان ده عنده ايه؟ عنده مشكله. اوكي
فالموضوع ما بيبقاش ان هو بس فعلا الكورليشن ابيوزد في الاستاديز دي. اوكي ده مش بيقلل من الكورليشن يعني ان هو احيانا بيبقى التست اوف تشويس. احنا نبتدي النهارده عندنا معانا 3 ارتكلز ان شاء الله. نبتدي مع دكتوره منى. هي البيبر دي بتتكلم عن الفاليديتي لتول اسمها جيت دايناميك اندكس في عيانين المالتيبل سكليروزس. عين المالتيبل سكليروزس هو انفلاماتوري ديزيز بروجريسيف كرونيك يعني انفلاماتوري ديزيز، واحيانا بتصنف ان هو بيزيكلي اوتو اميون ديزيز اصلا. بيجي على حسب الباتش اللي يعني بتيجي للعيان او المشكله بتيجي فين على مستوى السنترال نيرفس سيستم سواء البرين او السباينال كورد. لما بتعمل فيه مشكله بيبقى فيه سبيكتروم كبير من انها تعمل افكشن لاي حاجه بقى ممكن يعني من اول حاجات من اول يعني الحاجات الفيزيكال حاجات سايكولوجيكال حاجات كمان ممكن تبقى فايتال ساينز على حسب الافكشن جه فين. بس الديناميك جيت اندكس ده هو بيقيس يعني هو تول بتقيس البالانس وقالوا او هو تول فاليديتد مع العيانين النورمال مع الناس النورمال الهيلثي بيبل ومع الناس اللي عندهم ستروك والفيستيبولار كونديشن. فقالوا طب احنا كمان عاوزين نشوف هل التول دي فاليد مع العيانين بتوع المالتيبل سكلوزس ولا لا. فهو التول دي المفروض ان هي بتيفالويت يعني الامبيلاتري والبالانس ديفيسيت في عيانين الام اس او عامه، واحنا عايزين نعرف هي بلد مع عيانين الام اس ولا لا. هو طب التول دي عباره عن ايه؟ عباره عن 8 ايتم. الثمانيه ايتم ده هو باس بنحطه كده حوالي 100 متر العيان يمشي. وبنطلب منه اول حاجه ان هو ممكن يبقى بيغير السرعه بتاعته، تاني حاجه ان هو يمشي وبيلف راسه يمين وشمال وبيشوف البالانس ديستربنس مره فوق وتحت، مره يكون بنحط له اوبستكل يعديه ومره يلف من حواليه ومره يطلع على ستيبس، كل ده وبنشوف البالانس ديستربنس بتاعه. طيب البيبر هنا بتقيس مينلي طبعا الكونستركت فاليديتي، بتقيس منه 3 انواع، بتقيس النون جروب فاليديتي والكونفرجنت فاليديتي والديسكريمينتيف فاليديتي. النون جروب فاليديتي زي ما قال الدكتور هي طول بتفرق لي ما بين الحاجتين او تو جروبز زي ما الدكتور عليها قالت زي الهايبرتنسيف او النورموتنسيف، هنا بتفرق بين الفولر والنون فولر. وبعدين عندنا الconvergent validity هو بيجيب السكيل ده بسكيل تاني المفروض validated ويقول هل الايتمز دي لما مقارنة بالايتمز دي يعني بيقولوا same thing او بيقيسوا نفس الحاجة ولا لا. ده الconvergent بيجمعهم. الdiscriminated بيقول ان هو لا يعني هو مقارنة بالسكيل ده بالسكيل ده ده ملوش علاقة بده. هي بس حاجة بسيطة قوي هما عشان دي وقعنا فيها مرة احنا غلط، هي مش discriminative هي discriminant. discriminative ممكن تحولها لنون جروب تبقى كلمة انجليزي discriminant او validity. هي حاجة هايفة قوي بس بتوقع الناس في غلطات تمام. طيب دي دول الحاجتين اللي قاسهم اول حاجة. بعدين طبعا عمل اساس sensitivity وقاس البوزيتيف والنيجاتيف لايكليهود ريشيو واسس وعمل لوجيستيك ريجريشن كل ده عشان يطلع نتائج تانية. هو عمل حاجات كتير. طيب هو قارن بينهم وبين ايه؟ قارن بينهم وبين سكيلز كتير زي تايم اب اند جو تيست، تايم تو 5 فوت 4 سكوير ستيب وتايم سيت تو ستاند. كل دول يعتبر فيزيكال فيزيكال تولز يعني بتقيس البالانس والديستربنس. اوكي ما عدا واحد بس فيهم هو اسمه الام اس ووكينج سكيل تيست او الام مالتيبل سكليروزس امباكت سكيل او الام ام اس اي اس.
السكيل ده هو فيه عبارة عن 29 ايتم، في منهم 20 ايتم فيزيكال وفي منهم 9 ايتم بيقيسوا السايكولوجيكال ستيت بتاعة العيان. فالديسكريمينيتيف فاليديتي هتبقى ليها علاقة بالتسعة ايتم اللي هما السايكولوجيكال، لكن الكونفرجنت فاليديتي هيقيسها مع الفيزيكال سكورز. السامبل سايز بتاعته هو كان في عيانين يعني جوينت راندمايز كنترول ترايل اصلا، هو جاي في الراندمايز هو مش حاسب سامبل سايز هنا، هو قال ان هو راح يعني ناس بيعملوا راندمايز كنترول ترايل واخد الناس من عندهم تقريبا 179 عيان وبدا بقى يعمل لهم فلتريشن على حسب الانكلوجن كرايتيريا اللي هو حطها. مش فاهم يعني خد ناس راندمايز؟ لا هو ده ناس بتعمل راندمايز كنترول ترايل عادي جدا، بيناسب ناس وبيعملوا لهم يعني بيقيموهم او بيعملوا ايفالويشن للعيانين دول عشان هيدخلوا في الراندمايز كنترول ترايل. فهو راح بقى من يعني من ضمن الراندمايز كنترول ترايل دي شاف الناس اللي موجوده هناك. طيب الناس دي راندمايز للاستدي دي؟ لا هم سيكندري اناليسيس. مفيش راندمايز ان هو بس السورس بتاع الريكروتمنت بتاعته جاء من ار سي تي تاني. طيب هو الانكلوجن كرايتيريا بتاعته كانت اهم حاجه ان العيان ده يقدر يمشي 100 متر، دي اول حاجه. والحاجه الثانيه كان جايب سكيل اسمه اي دي اس اس سكيل، هو ده بيقيس الديسابيليتي في عيانين الام اس، خد سكور من 1 ل 6. طبعا استبعد اي كوبلتشنز فانكشن او اي ديفيكالتي في ان هم يفهموا اصلا من اللغه. بس طيب بالفلو شارت بتاعته هو يعني الانكلوجن بتاعته وصلت ان هو عنده 81 عيان انكلودد في الاستادي. هو عمل ترانزليشن، هو اول حاجه عمل ترانزليشن للسكيل ده، جاب السكيل وحوله اللغه السويدش وبعدين جاب من السويدش حوله تاني للانجليش عشان يتاكد بس ان الترجمه صح. كمان ده هنا بيتكلم عن الايتمز اللي احنا قلنا عليها هو ازاي بيقيسها، وبيتكلم عن كل التولز اللي احنا اتكلمنا عليها من شويه. طيب اللي بيقيسوا اصلا او اللي بيعملوا يعني اللي بيقيسوا دول هم 5 فيديو ثيرابي تريند ليهم 10 year of experience، جابهم علشان يشتغلوا على الستادي دي او يعملوا هم الاسسمنت بتاع العيان. طيب داتا كولكشن يعني يوزع الناس دول على الخمسه ازاي؟ معلش مش كده؟ طب بس يعني كده كل واحد من الخمسه اسمر ولا والله يعني مفيش انتجريت ريلايبيليتي؟ لا لا ده هو الريلايبيليتي معموله في استدي ثانيه وهو خلاص اعتمد ان الاستدي الثانيه دي هي اللي عامله ريلايبيليتي ومطلعاه، فهو بس بيعمل فاليديتي. برضو ده حاجه حضرتك لسه بتقول ان الفاليديتي المفروض تبقى هي الاول ريلايبيليتي. يعني كل واحد في دول ما نعرفش هو اذكى واحد. لا مش هو اعتبرهم كلهم ليهم نفس الاكسبيرينس غالبا. اللي هو بقى يعني مثلا ممكن يكون من الار سي تي اللي موجود هيقيس، فاعتبرهم نفس الاكسبيرينس واخدين تريننج. ايوه بس يعني معلش. طيب والمرضى دول ممكن يكون فحصهم اكتر من ريتر؟ ممكن المريض الواحد يكون فحص معلش الموضوع يعني اخر صوت الفحص. تمام. طب جمع بقى الداتا ازاي بقى؟ يعني هو ناس قاست ودت سكورز، جاب السكورز دي جمعها ازاي؟ يعني عمل ايه؟ خد متوسط عمل لها ايه؟ هم طلعوا نوت نورمال ديستريبيوتد فاستخدم الميديان والانتربرتاير رينج. بس هو الناس برضه متفهمه من النقطه ان يعني الناس برضه عندها اعتقاد مش مظبوط يعني ان النون بارامتريك تيستس بتقارن الميديان. عشان كده بياخد از نوت ترو. في مقارنة شهيرة وسهلة أوي ممكن أي حد فيكم أبعتها لحضرتك تبص فيها. هو إحنا بنوصف الناس بالميديان والرينج لأن الميديان هي بتبقى
indicating the central tendency وريج indicating the variability في الدليل الوصف. لما بنيجي نقارنهم بالنون بارامترك في اتعمل يعني ستوديز على حاجات سيمبل قوي ويعني ابعت لك كل حاجه. ان كان اعتقاد ان النون بارامتر نون بارامتر تست بقى بما انك انت وصفت ميديان ورينج ان النون بارامتر تست ده بيقارن الميديان از نوت تو والاوثر بتاع بون بالستديز اللي انت شفتها في كده اللي هي الست اللي جابت two groups كويس they have the same median okay with the significantly different changes the non parametric the non parametric هما بيقيسوا distribution توزيع اكتس بيقيس توزيع الناس هو بيقيس two patterns of distribution مش بيقيس التو ميديانز والاخر كان ناس عندهم نفس الميديان تدو سيجنيفيكانت ديفرنس ما بين فما بيقيس الميديان. فهو عشان كده السؤال هو جمع الحاجه ازاي وقاس ايه. والناس كتير دلوقتي فاهمه ان النون بارامتريك تيست بيقارنوا الميديان والمينز بيكون لا بيقارن دي ولا دي دايركتلي هو بيقارن التو ديستريبيوشنز اوفر اول. فبالتالي يعني ممكن ان احنا نعبر عنهم بالميديان او بالمين لان هما الاثنين موجودين في التو ديستريبيوشن. هو ما قالش بقى يعني هو يعني بس الموضوع يجمع الداتا هو عنده التول دي فيها كام ايتم؟ 8 بيدي كل ايتم سكور فهو عنده من 0 ل 24 السكور ده اللي بيدي كل ايتم على اي اساس؟ بيزد اون بيزد اون السكيل نفسه متقسم على حسب العيان مثلا هيحصل له ديستربنس قد ايه هيمسك ده الرقم بس اللي خدوا الحاجه ده بيزد اون بيرسونال تاجز كلينيشن بيشوف انت مش عندك هنا كاتيجوريز بتاعته تمام يعني بيشوف اللي هو كذا الايتم الفلاني وهو ماشي بيلف راسه كان مثلا ماشي كويس ولا كان بالانس بتاعه ديسترب صح ولا كذا يديله سكور من 0 ل 2 عنده 0 1 ده هو اللي بيقرر الكلينيشن عنده كذا حاجه ليها وصف 0 ليها وصف 1 ليها وصف وهو بيختار ما بين في الاخر بقى بيجمع السكورز فعنده التوتال بتاعه من 0 ل 24 لا الايتيمز نسبه كل ايتم في السكور جت منين؟ نسبه يعني كل واحد كل ايتم كونتريبيوتد للتوتال سكور بقد ايه؟ منين؟ من قال لي كوال لان هو داز نوت كواليتي داز نوت مين ان هو فير جت منين؟ ودي نقطة مهمة لأن هو في البيبر هنا كان كاتب من ضمن المعلومات تو ايتم ايزيست تو ان هم يجمعوا وكان في تو ايتم كانوا اصعب ان هم يجمعوا وبعدين الامباكت يعني ما تلاقيش كومبليكيشن مثلا بليدنج وستروك وقول لحد الاثنين ايكوال او بليدنج زي ستروك يعني قصدي ايكواليتي مش معناها انها هي فير هي المفروض ان هي الحاجات دي احسن طريقه ليها انك انت بيزد على اللوجيستيك ريجريشن على قيمتها في اللوجيستيك ريجريشن دي صراحه عشان نعملها سكور على حاجه يعني ماتيماتيكال مش انها مجرد كده ان هو ايكوال او انا شايف ان العيال اللي جاله ستروك اديله 3 بينما الثاني ياخد 2 يعني ماشي. طب معلش برضه انا تايه في حته هو دلوقتي بيجي العيان يمشي او بيقوم يقف ويتحرك ويرجع وهكذا في حاجه ثانيه بيعملها؟ لا يعني في ريبيتيشن لاكثر من حاجه ولا ليها ريبيتيشن يعني في ممكن يدخل في فاكتور زي الفاتيك ممكن يدخل في فاكتور زي الفاتيك بس هو مش مدخل لا وهو كمان بيقول لك ان انت بتحسب على المتوسط بتحسب على انا اصلا معايا السكيل وقال لي بس ريست هنا ريست ما هو انا مش كاتب تفاصيل السكيل نفسه لا هو يعني هو بيابلاي السكيل لا ما كانش في ريست بس هو بياخد على المتوسط يعني مثلا انت مشيت 3 او 4 مرات هتاخد 2 تحسب عليه بس انا ما قصدتش كده بقى يعني البيشنت فلو والميجرمنت هل محتاج يبقى اعمل لهم راندمايزيشن ولا لا عشان الفاتيج مثلا في حاجه ممكن تتاثر في الاول او في الاخر كان المفروض يعمل لها راندمايزيشن ده حقيقي يعني ده اللي بنسال عليه اصل دي الحاجات دي كلها لما بنيجي نيفالويت بعد كده يعني
المفروض يبالويت البيشنت فلو وهل في راندمايزيشن للتست ولا لا. زي ما برضه بتبصي على حاجات خاصه بالاسسور، فدي كلها حاجات مهمه. صحيح. اوكي، دي كلها حاجات بتتغطى بكوادرز. كوادرز ده اللي هو بيأسس الفاليديتي والريلايبيليتي بتاعت يعني بيأسس الستاديز الخاصه بالفاليديتي والريلايبيليتي. اوكي، هو احنا حتى ما استخدمهوش يعني. لا، ما هو ده زي السمات كبير الفاليديتي اسيت. تمام. طيب الريزلت بتاعته، طب هو بس عمل ستاتستيكال اناليسيس ازاي بقى؟ يعني كل حاجه عملها ايه؟ يعني الفاليديتي هو اللي حضرتك الجدول دلوقتي صغريها دي عشان ما تفضلكش الشاشه. لو دوسي على بتاع لا لا هناك 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 الثاني خالص الصغنن بس كده. تمام. يعني هنا اهو مثلا هو قال اهو ان في the easiest items to perform were item 5 و item 7 وداهم percentage يعني respectively و achieving the maximum item score 3. يعني هو بيقول اهو هو عارف انه زي ان هو easiest يعني ايه بتاع البرسنت بتاعت الناس اللي قدرت تجيب النورمال سكوب. اوكي. اوكي، ده السيلينج والفلورنج يعني. اوكي، هو عمل ايه بقى في الاناليسيس؟ هو عمل ايه في الاناليسيس؟ اول حاجه عندنا كونفرجنت وديسكريمينت قاسهم بايه؟ ستاتستيكال تيست. بالظبط. وبعدين استخدم الجست ريبريشن عشان يحط كات اوف فاليو يقدر يحدد بيها الفولرز برضو من النون فولرز. يو على اساس ايه محمد يعني التست يبقى سيجنيفيكانت؟ يبقى هو هيستنتج ايه؟ ان هو عنده نون جروب فاليد، ان هو قدر يفرق السكور بتاعه، بيقدر يفرق ما بين الناس اللي هم وقعوا قبل كده وما وقعوش. تمام. واللوجيستيك ريبريشن ايه بقى؟ يعني طب الهاب الديمان ده كده ازاي دي يا محمد؟ تمام كده. اللي هو هو دخل السكور كبريدكتور والاوتكم اللي هو فولينج اور نوت فولينج. تمام، فهيطلع لكل واحد بريدكتيف فاليو عشان في اللوجيستيك ممكن يطلع كل واحد هيطلع اوز ريشيو. جميل. الاوز ريشيو كويس، فهيطلع لكل واحد predictive value based على ايه؟ odds ratio يعني؟ odds بتاعته ان هو يفوز. odds تمام، فين cut off دي فين بقى؟ ما هو عمل rock curve طلع cut off. مش مكتوب الكلام. هو رسم rock curve بعد كده. مش مكتوب؟ لا لا اصل الكلام مش منطق. اللوجيستيك ما بيدينيش cut off، اللي بيدي cut off هو rock curve. هو عمل يعني هو بيخبي ليه المكسوف يقول ولا ايه؟ مفيش روك. ممكن هيك كده تشوفي في بيشتغل في سيرش شوفي كده روك ار او سي مفيش روك مش مكتوب. لا هو بس هو عمل بس مش مكتوب. هو كتب ان هو واخد الريسبونس ار 3.5 كتب لوجيستيك ريجريشن عشان اخد كات اوف فاليو. لوجيستيك ريجريشن داز نوت سبلاي كات اوف فاليوز. دول مش من المالتي فاريبل اناليسيس بيدي ست حاجات بس نوت وان اوف ذم. ان هو اللي بيدي زي ما تقول حاجه بيقول هو الروك كيف غريبا نرسم الروك كيرف من غير ما يقول انه عمل. هو كاتبه ريس يعني كاتبه فول وورد ممكن يبقى عمل ريسيفر او ريسيفر او انا مش مكتوبه في الميثودولوجي. ريسيفر كده انت شوفي ريسيفر في الميثودولوجي بتكلم عن الميثودولوجي. ريسيفر
كان فاهم بعدين بس ها لا هي فين طب نشوف اكاد اوردر وكان كالكوليتد اند ريزلت فين دي ريزلت مكتوب لي معلش البروديكت في الميثودولوجي ان انا عملت كذا احنا بس عشان الناس تبقى عارفه اه طبعا فهو اللوجيستيك ريجريشن بتوعنا ما بيديش كات اوف بوينت عشان مش فاكر ده مش لونج انفورميشن بيدي كات اوف بوينت هو الرقم كاف الريسيفر اللوجيستيك ريجريشن هو بس بيشوف واحد السيجنيفيكانس بتاعته كل ايتم على الاوتكم هل هو سيجنيفيكانت ولا لا وان كل الايتمز كل البريدكتورز دول قد ايه فسروا الاوتكم وبيديكي يعني في المستقبل ممكن الاودز ريشيو ده يبقى قد ايه لكن ما بيديكيش الكات اوف بوينت كات اوف بوينت بالروك تمام هو قال اللوجيستيك عشان يقول بس ان الكات اوف بوينت جاي من predictions يعني هو دلوقتي بيعمل predictive validations لا ثاني بس ثاني فهمني بقى اذا يقول يعني هو ما خدش السكورز بتاعتهم اللي هي طالعه هو لا ثاني طب نرجع على الروكر نشوف هو كاتب ايه في الروكر هاتينا بقى الروكر ايه هاتينا هو ايه شرح ايه بقى sensitivity و specificity فين هو فين النود مش لا هو اللي عمله من لوجيستيك يعني هو طلع بريدكتيف اودز تمام لكل بيشنت مش عامل طلع بريدكتيف فاليو لكل بيشنت بالسكور بتاعه تمام بس طلع بريدكتيف لكل عيان اللي هي انا حته بقى اللي هي ايه اللي هي كل اودز يعني لكل عيان ازاي كأنه applied the equation للسكور يعني هو طلع بالequation البريدكشن بتاع اللي هو بعد ما دخل predictor اللي هو السكور ده يعني عندك طلع الاوت بتاع كل واحد كل غيان اه ما انا ممكن اعملها كده في الموديل بتاعي في البرنامج اللي هو بيطلع predictive membership و predictive score predictive membership او predictive score تمام وبعدين هو خد ده predictive score ايوه ده اللي عمل له الروكر خد predictive score ده اللي عمل له الروكر عشان يطلع cut off point على اساسه نقدر نبريدكت ان اللي هيجيب السكور ده احتمال ان هو يقع يبقى قد ايه predictive score ده اللي هو هيبقى بقى ايه ان هو العيان predictive score ده عباره عن ايه عن odds ratio بالظبط طب هو ازاي حوله الى sensitivity one minus specificity عشان يعمل بيه روك كيرف هو عنده سكورز اللي هي بتاعت الاودز بتاعته نعم اشرح لي تعالى انا مش متخيل السؤال ممكن نكتبه عشان بس مش متخيله مش فاكر مش انا عندي كده لو انا طلعت كل patient ممكن اطلع كل patient odds ratio من اللوجيستيك لكل patient اطلع له odds per patient اه الodds هي ايه؟ هي odds ما بين ان يكون عنده ان هو يفول او نوت فول طيب بس معي كل عيان probability ان هو يفول or not fall المهم ده اللي انا بطلعه قولي بس انت انت فين الـ فين الـ فين الاودز الاول وفين الاودز بيش الاودز ايه انه يفول ونوت فول تمام فين الاودز بيش مين ومين الاودز انك يجي لك او ما جالكش الايفنت تمام والاودز انك يجي لك او ما جالكش الايفنت دول شخصين او تو جروبس الاودز ريش هو الريشيو ما بين التو اودز دول اوكي فين بقى هنا الاودز فين الاودز فين الاودز ريشيو لو كان تو دو جروبس يبقى لازم في اودز جوه هنا واودز جوه هنا واقسم ده على ده يطلع لي اودز ريشيو انا بس مش فاهم الاودز ريشيو ذا ريشيو بتوين تو اودز اودز في التريتمنت جروب او وان جروب على الاودز في الكنترول جروب الاودز في التريتمنت جروب ان يجيله او ما يجيلوش الايفنت الاودز في الكنترول يجيله او ما يجيلوش الايفنت طب اللوجيستيك بيطلع ايه؟ اللوجيستيك ريجريشن اللوجيستيك ريجريشن بيطلع adjusted odds ratio تمام adjusted odds ratio للمجموعه مش لكل شخص تمام adjusted ان هو يجيله او ما يجيلوش الايفنت لو كان عنده الفاكتور ولا ما عندوش الفاكتور
يعني يبقى انا عندي اللوجيستيك هيطلع لي اودز بتاعت الحاجه اللي انا ببريدكت اللي هي هي الاودز انه هنا الاودز بتاعت ايه بقى؟ ما احنا عايزين نطلع هنا حاجه بتاعت ايه؟ اللي مش فاهم اودز بتاعت ايه في الفولنج؟ يعني اذا تركت دول التو جروبس فولرز ايفنتشوال اودز اوف وات في الفولرز؟ الاودز انه يقع انه يقع او ما يقعش في الفولنج واودز انه يقع او ما يقعش في النون فولنج. يعني لو هنحسبها اودز لو هنحسبها اودز كده وده بقى اللي هو الادجستد. تمام الاثنين دول هو بريدكتنج ان هو يفوق مش ينط فوق في اللوجيستيك. يبقى هو معلش يعني هو حاسبها الاودز بين البريدكتنج وبين اللي حصل. هو ده الاودز. هو عنده الناس ناس وقعت وناس ما وقعتش. تمام تمام ده اللي هو الاوبزرفد بتاعنا. ده اللي هو اللي احنا بندخله كاسم ده بندخله كأرك انه وقع او ما وقعش. هو هيطلع لي الاكسبكتد انه يقع او ما يقعش. تمام مش كده؟ بيزد على السكور بتاع الدايناميك اند. تمام حلو. وبعدين بقى هو في حاجة هو أصلا السكيل ده معمول إن هو يعني يعمل يعني هو بيبريدكت هل هيقع ولا ما يقع. عشان شرط يكون يعني هو دلوقتي جميل البنك هو هيقع ولا ما يقع. يعمل الاناليسيس هو دخل الناس اللي وقعت والناس اللي ما وقعتش. هو دخل كل حد وما يعرفش وقع ولا ما يقعش. هو بيشوف السكور بتاعه وبعدين زي ما يعرفش البرنامج يعرف ما تطلع اكسبكت على ايه مين هو لازم يكون عارف وقعت اما هو قارن ما بين الفولرز والنمبر. كان بيسالهم كده انت وقعت كم مره في كم شهر. بس اقصد ان هو مش ربطه يعني هنا ما قسموش. هاي تقصد مش هو قارن ما بين فولرز ونمبر فولرز على اساس ايه؟ فهمت. تمام فهو عنده السامبل قسمها الناس وقعت والناس ما وقعتش. تمام فهو دلوقتي بيقارن ما بين الاوبزرفر والاكسبكت اللي هي اكسبكت عليه بقى اللي هو السكور اللي طالع من السكيل ده. لا ما انا فاهم. ده انا اكسبكت عليه. تمام يعني هو هيطلع من ده اكسبكتد ومن ده اكسبكتد. اكسبكتد اودز اكسبكتد ماوند هي الفاليو بتاعت الاودز. تمام بعد البريدكشن حلو. وانت عندك اكسبكتد اودز ايش؟ تمام طب هل نديها رقم؟ ماشي اي رقم 1 على 3 مثلا. ماشي انت بتحب ودي مثلا 5 على 2 مثلا اي حاجه. وبعدين تحسب الريشيو ما بين الاثنين. هو دلوقتي بس عشان هو لما انا هيك اطلع في اللوجيستيك ريجريشن طلع لي الايكويشن اللي هو مثلا انا مطلع بالدايناميك اندكس ان الاودز اوف فولينج هتساوي اللي هو الانترسبت زائد اللي هو البيتا اكس اللي هي اللي هضرب البيتا في السكور بتاع الدايناميك اندكس. هو هيبقى الاودز اوف فولينج از ايكوال تو ذا اودز ريشيو اوف ذا بريدكتور. اوكي ذا اودز اوف ذا اوتكم از ايكوال تو ذا اودز ريشيو اوف ذا بريدكتور. الاودز ريشيو اوف ذا بريدكتور هو ما بين اللي هو الريشيو ما بين ان يكون فول او نوت فول. لو هو اوريدي فول وفول او نوت فول لو هو ديد نوت فول. اوكي صح. يبقى هو يطلع لي ذا اودز او probability هو ايكوال تو ذا اودز ريشيو بريدكتور. تمام حلو. بعدين بقى بس مش عارف ازاي هينقلها وديها سنسيتيفيتي مش فاهم. ما هو انا عامل زي كان العيانين دول جولي انا بعد ما عملت البريدكشن موديل بعد ما عملت الايكويشن قمت مدخل جبت العيان الاولاني شفت هو جايب السكور كام دخلته في الايكويشن يبقى ده الاودز بتاعته كذا. العيان الثاني الاودز بتاعته كذا. العيان الثالث الاودز بتاعته كذا. فانت عندك بكل دول البروبابيلتي الاودز البروبابيلتي بتاعتها حلو على سنسيتيفيتي وسبيسيفيستي بقى ايه؟ انا واخد البروبابيلتي ايوه بانه اصلا حصل له انه اصلا حصل له يعني هو دلوقتي كومبيرنج الاكسبكتد بالاوبزرفد. تمام مش عارف يعني مش عارف يعني هو كومبيرنج الاكسبكتد بالاوبزرفد زي ما يكون هو بتعمل تيست والعيان هيطلع عنده سكر ولا لا بمعرفتك انه اوريدي عنده سكر او ما عندوش سكر. تمام فبيقرر الاكسبكتد بالايه؟ بالاوبزرف. طبعا هو كان المفروض يجيب ناس تانية عشان يفاليديت الموديل بتاعه مثلا. اه
يجيب ناس تانية يأبلاي عليهم مثلا ويبتدي يسألهم يشوفهم هم واقع ولا لا، وعلى أساس هيفاليديت الموديل. بس هو السنسيتيفيتي هيبقى هو البروبورشن بتاع العيانين اللي هم اكسبكتد يقعوا من ضمن كل الناس اللي وقعوا، والسبيسيفيستي هتبقى البروبورشن بتاع العيانين اللي ما وقعوش من ضمن الناس اللي ما وقعوش. تمام كلنا بعشر. تمام خلاص تمام اوكي. كويس يعني انا ما كنت برضه مره بطاش كويس. طب نكمل بقى. تمام بعدين هو حسب البوزيتيف بريدكتيف فاليو والنيجاتيف بريدكتيف فاليو والبوزيتيف لايف لود ريشيو والنيجاتيف لايف لود ريشيو. بس هو عمل ده بالنسبه للكونفرجنت والكلام اللي انت عامل ايه؟ السؤال بس الحاجات دي كلها عامل لها كونفيدنس انترفال ولا لا؟ لا انا شفت في الجدول كان ستاندرد ديفيشن بس مش حاطط كونفيدنس انترفال. معلش هو لازم تعمل لها كونفيدنس يعني دي بيت الفاريبل مش الفاريبل بتاعتها يعني. تمام عمل اكسبيرمنتس. عمل اكسبيرمنتس عشان الكوريت كابين ايه بقى؟ Experimental correlation coefficient between كل اللي هو dynamic gait index scale وبين كل بقى السكيلز اللي كان كاتبها فوق. هي عامله ايه correlation؟ مش المفروض يعمل experiment مش كده؟ لا هو experiment correlation عشان يقول ان هو correlated مع الحاجات اللي بتقيس function برضه او بتقيس gait. ما احنا قلنا correlated دي بس هي مثلا ما هوش نفس البارامتر فصعب يعمل ما بينهم agreement. مش نفس اليونت واتر ريفرنس مش نفس اليونت واتر ريفرنس اشتري كده يعني هو ما بيعملوش ستاتستيكال تيست هو ملوش علاقه باليونت بس الاجريمنت هياخد ابسولوت ديفرنس هما كده كده في ديفرنس البارامتر بس مفيش ابسولوت ديفرنس لو الاجريمنت هيعمل اللي هو التيست الثاني اللي هو يور تيست الثاني اسمه ايه؟ اللي هو لينس 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 كونكوردنس لينس كونكوردنس لينس مش هياخد برضه في اجريمنت بنفس البارامترز. هو لينس هو اخو كورليشن كوفيشن اخو سبير هو اخو يعني نفس القصه هو بس بيقيس الديستنس اللي هي ما بين بين الميديان لاين والميديان لاين والكورليشن لاين. بس هو الفكره هنا اصله تاني مختلف يعني هنا التستس لو مستخدمها دي تايم يعني هو لما استخدم سبيرمنت عايز يقول لنا ايه؟ عايز يقول ان الحاجات اللي ان الشخص اللي هو بيبرفورم باد في الـ في الـ في الفانكشنال تيست دي بيفور باد هنا لما بيزيد البرفورمانس بتاعه هنا بيزيد البرفورمانس بتاعه في السكيل ده لان السكيل ده اصله بيقيس اللي هو ماشي ازاي فانا اللي بحكم بدي له سكور التاني بيقيس تايم يعني تايم اب اند جو ده ان هو بيقوم من على الكرسي يمشي يرجع يقعد. خالد برضه بيعمل كورليشن كوفيشن يعني عامل برضه حاجتين من ديفرنت سكيلز بالظبط. هي ميزه الاستاتستيكال تيست انها استاندردايز كل السكيلز انتو وان يونت اللي هي ستاندرد ايرور او ستاندرد ديفيشن. اما هو نفس الكلام اللي هيعمل كورليشن هو اصلا انت تقدر تطلع تيست التاني ده من ار اللي هو اسمه اللي هو لينس كونكور لينس ليه فورمولا تطلع من ار تجيب ار تطلع لينس فروم ار فانت ممكن تاخد ار دي تطلع منها لينس. فاذا كانت يعني هما لينس ما ينفعش هما كونفرجنت كتير لما بيجوا عند الحته بتاعت اللي هما الديفرنت في الطريقه في النيتشر بتاعتهم بيروحوا ناحيه الكورليشن هنا لوت اوف ليتريتشر يعني في ناس بيروح بيعملوا لينس. الناس اللي بتعمل لينز اولا اللينز قليل قوي بيعمل اي سي سي مش عارف اللي بيعمل اي سي سي عاده بيبقى مستخدم حاجه نفس اسم شيء اكيد تايم تايم ريتش المنطق انك انت اذا كنت بتطلع لينز من ار لما عملت ار وار ده مظبوط لينز هيطلع مظبوط انه طالع من ار ده المنطق
و R ليه معنى ان هما يعني ماشيين مع بعض كده، بس طبعا ما فيش نفس معنى الانس يعني الموضوع معنى الانس. معلش انا ماليش قوي في الاحصاء في الحته دي، بس عايز اسال سؤال. يعني انا دلوقتي لو حبيت اكسترابوليت، انا ممكن اقول ان انا لو انا الشخص ماشي في السكيل ده كويس هيمشي غالبا، يعني ممكن اطلع زي لينير ريليشن شيب مثلا ما بين لينير، لازم لينير هطلع ريليشن شيب واقدر اكسترابوليت لحاجه تانية. لكن هنا لو انا الاثنين تايم، لو سوري لو حول تايم مثلا للكواليتي، وهنا بيزيكلي كده ده كواليتي وتايم. لا فاهمين يعني هو هنا هو ار بيعمل ايه؟ الار بيطلع ريليشن ما بين بيعملها ازاي؟ بيعمل ايه؟ ار بيشوف الفروق، ما ار بيشوف بيعمل علاقة خطية ما بين التو ميجرمنتس بالظبط، ويشوف قد ايه كل واحد فيهم قريب من العلاقة الخطية دي. جميل. لو ان في الاخر هم كلهم فرضا جمع على نفس الخط، يبقى الار بتاعه واحد. بالظبط. اوكي؟ جميل. فهو اوريدي واخد تو ديفرنت سكيلز. بالظبط. هو ما قالش لا. ما قالش يعني ما اعترضناش ان هو واخد تو ديفرنت سكيلز. لا ما اعترضناش. طيب اشمعنى لما نيجي فرضا لما نعمل لينس ان يعني احنا نعترض ان هم تو ديفرنت سكيلز؟ لا انا بس وصلها ان الحاجه اللي بتقيس اجريمنت ان هم بيبقوا عاملين زي اللي بيقيسوا نفس النيتشر بتاعت الحاجه اللي بيقيس. هنا هو بيقيس نفس الحاجه الكبيره، يعني ده انديكيتور للفانكشن وده انديكيتور للفانكشن، بس يعني قصدك واحد بيبص على ان التايم انديكيتور للفانكشن، واحد بيقص على ان الكواليتي في المشي بتاعته انديكيتور للفانكشن. فاهم يعني قصدك ان هو هيبقى تو ماتش ان احنا نقول ان هو الاجريمنت. يعني وجهه نظر، بس يعني مش عشان هما تو ديفرنت سكيلز يعني. طب ونفس الكلام برضه يعني هما تو ديفرنت سكيلز سيم. يعني لينز كل اللي بيعمله ان هو بيضيف الخط ده برسوم كده، هو لينز عارف ان 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 هما لو في اجريمنت المفروض الخط ده يبقى ميديان. يعني لو ميديان ليه؟ ميديان 45 درجه، عشان لو قصد 10 يبقى ده قيس 10، وبيقيس المسافه ما بين الاثنين دول، وكل المسافه دي قربت بقى اجريمنت. هو دي وجهه نظر انك انت بتقول ان هو يعني اجريمنت يعني قيس حاجتين مختلفين، لكن هي في الاخر نفس الشيء. هي يمكن الريفيور احنا كنا في مره بنقيس في ارتكل، يعني هو بيقيسه بالانس، بس ده كان بيقيس على ديفرنت اكسس وده بيقيس في اكسس مختلفه. فان انا اعمل بلاند الالتيميت ما كانش ينفع. تمام، لانه هياخد ابسولوت ديفرنس. عملنا اللينس لقينا الريفيورز مش عارفين ايه اللينس. انا فاهم. وطلبوا ساعتها ان رجعنا للكورليشن. عملناه كورليشن. بس يعني قصدي انا بس ممكن يكون هي عشان مثلا ديفرنت اسبيكتس للكونستراكت. بس انا بحس ان الكورليشن ما بتديليش معلومه كبيره. لا هي مش بتدي معلومه فظيعه، بس هو بيقول ان هم يعني بيقيسوا نفس الحاجه اللي مش نفس الجمله دي اقدر اقولها. الكونستراكت بيقيسوا نفس الكونستراكت بس مش بيقيسوا نفس الحاجه بالظبط. مش عارفه الجمله اللي هقولها دي صح، ان في الكورليشن هيقول ان وان ميجرمنت الثانيه ممكن تبقى سيروجيت ليها، ماشيين يشبهوا بعضهم لكن نوت ذا سيم ثينج. شو هي نوت ذا سيم ثينج؟ لكن لو انا بقى بشوف تايم دومين، هو ممكن السكيل يبقى مختلف بس في الاخر سيم ثينج، يعني طريقه الميرور مختلف. زي مثلا كنت بقيس بالملي وبقيس بالسنتي. ما كوريش ما بيكيش ابدا ان هم سيم ثينج، لكن اللينس تقول بالظبط. ما ده اللينس مش لدرجه ان هم ذا سيم، ان هم بيقيسوا بنفس الطريقه، لا يعني ان هم ايدنتيكال، ان هم زي بعض. ان هو وان كان ريبليس ذا اذر. بالظبط. يعني اللينس وان كان ريبليس ذا اذر، بينما الكورليشن وان كان نوت ريبليس ذا اذر. بالظبط. فانا قصدي يعني لا كويس تمام. انت اتخضيتي من تمام اتخضي بس. طب هو دلوقتي عندك اللي هو انا بس عايزه انت شوفي احنا يعني اشتغلنا في الحاجات دي كتير ولسه بنختلف فيه سي لا في يعني. دي الريزلتس بتاعته ان هو يعني مع كله correlated كويس مع ده آخر سكيل ده اللي هو إحنا كنا قلنا عليه أصلاً إن هو في جزء psychological اللي هو الـ MSIS scale مع الـ physical كان correlated، بس برضو الدرجة بتاعته مش عالية.
0.5 لكن كان مع السايكولوجيكال 0.02 فهو مش كومبيتد وهو ده اللي مطلوبه بالديسكريمينيتيف فاليديتي صح؟ بس كان بس سؤال ليميتيشن واحده ان هو ان النتيجه بتاعته دي ما يقدرش يعمل لها جنرالايزيشن عشان هو واخد من الاي دي اس اس سكيل ده من 1 ل 6 فالناس الاصل ما يقدرش يعمل ما نقدرش نعمل اي جنرالايزيشن لاي ستدي نوت راندومايز او جنرالايز بالظبط دي اول حاجه ولا اي ولا احنا في 30 سنين هو هما في الفاليديشن سبيد والراندوميزيشن لان هو نفس الاصل هو نفس الشخص هي راندوم ايه ممكن نفس الشخص يعني هو مش يعني انا مش بقارن مش بقارن ما بين جروبس انا جايب one group of patients بعمل لهم التول دي والتول دي نفس الجروب نفس التول دي طب مين هل لو واحده قبل الثانيه مش هتفرق؟ لا دي بقى تبقى مجال الجزء الراندوميزيشن لما نحب بس يعني ممكن ساعات ما تفرقش لان ساعات نفس الشخص نفس السيسو برضه احيانا بيبقى كده ما هي دي كانت بنسال عليها بس السؤال ده اللي هو يعني كراندوميزيشن مش اللي حسب السيتويشن طبعا حسب السيتويشن بس يعني يعني اقصد ان مثلا كلينيكال ترايلز ان هي مش حسب يعني زي ليه مثلا ممكن ما تحتاجش تعمل راندومايزيشن ساعات يقيس سيمالتينيس في نفس الحاجه بالظبط يقيس في نفس الوقت لا يعني الاشخاص اللي انا جبتهم ازاي يعني؟ الريدرز حضرتك قصدك ولا البيشنت؟ لا العينين نفسهم العينين والريدرز جبتهم ازاي؟ convenient طبعا جنراليزيشن ما لازم فيه راندومايزيشن عشان اقدر اجنرالايز ما بيجنرالايز على البوبوليشن سيميلر اللي اتعمل عليها تيست ما فيش يعني ايه جنرالايز على البوبوليشن سيميلر يعني هو المفروض يعني جنرالايز على نفس البوبوليشن اللي هعمل فيها نفس الغلطه ان انا اجيبهم مش عارف نفس وانا عملت راندومايز يعني مثلا السؤال ده انا عندي كلينيكال ترايل عامله راندومايزيشن بس هي وده convenient sample مش عامله randomized sample sampling بتاع مش randomized لما هاجي الديزيز تمام كده كنت بعملها الريكروتمنت بتاعها مش randomized convenient بس عملت randomization وعملت بقيه الميثود بتاعتي كويس لما هاجي ادي على الديزيز ده واوصل لكونكلوجن ان التريتمنت احسن من التاني هل ده انا ما اقدرش اجنرالايز على الديزيز بوبوليشن اللي هي بقى على البوبوليشن انا اسبيسيفاي ها؟ لا طبعا طب امال انا لازم اقصد لازم ابتدي راندومايز يعني انا عندي انا والله عندي مجموعه من الناس اهو اخد الناس دول اتراندم ريكروتمنت يعني ازاي انت تنقي ناس معينين كونفينينس وبعدين بعد ما نقيتهم انت بقى وتدخلت انت بتنقيتهم عايز تجنريت على كل الناس هي ميك سنس بس هي يعني ببص على ان الليتريتشر اللي الناس واللي الناس ماشيه عليها كجايد لاينز الراندوم سامبل مش كتير الراندوم سامبل مش كتير انا اقصد الناس اللي بتعمل لكن هو الجايد لاينز لا جايد لاينز لا لا انا بقول ان الجايد لاينز بتاعت التريتمنت واخده من ار سي تيز معظمها ما بيبقاش راندوم سامبل هو طبعا ان انا لو عايز اجنرالايز لازم اخد راندوم سامبل والريترز يبقى راندوم يعني مثلا الريترز اللي اتعملوا دول المفروض استنى سالت شويه في الحته دي وبرضه متفاهم فيها الريترز اللي فهمت انه لازم يكون معموله في سنتر في عدد كبير بحيث انك انت تقدر تاخد منهم راندوم سامبل ما ينفعش ان اسمه سنتر هل الكلام ده صح ولا غلط؟ هو بص حضرتك لما بيجي يحطوها في الفاليديشن ستادز الريترز عشان تجنرالايز لازم الريترز يبقوا متاخدين من لارج سنتر بحيث اللارج سنتر ده يسمح لي ان انا اخد راندوم سنتر او ريترز لان لو الريترز سمول سنتر ويز فيو ريترز يو كان نوت جنرالايز هو اللي بيعملوه هنا في الفاليديشن ستادز انا عارفه هو حضرتك بتقول بس هو هيعملوا ايه؟ بيقول لك انا هاخد سامبل يعني بتنش البوبوليشن ولا لا اللي بتشوف في كلينيكال سيتنج يعني لازم تبقى السبيكترم كله يعني مثلا سيبرتي وعي ناخد ديفرنت سيبرتيز
This is not random stuff. لا it's not random. هو بيحاول يحط لها guidelines. بحط. ما يعني أنا قصدي إن هو بيحاول يعوض دي بشكل آخر. أنا مش معتقد هو حط. بس أي كلمات أنا رايز حاجة مش بتاخد random. ولازم يكون ال facility اللي مهمولة فيها فيها large number of raters أقدر أخذ منهم random sample. يعني مستشفى صغير فيها two raters. عايز يفهم two raters دول. أزين الله يسعى القبريش الكبيرون طب إزاي؟ أنا حرص بس لو أنا بسط لها مثلا إن أنا عندي إن أنا دلوقتي ببالديت تول تول معين والمفروض إن أنا عندي إن الناس دي مثلا إن التول دي طلع بترينينج هو قال إن هم تريند عليه فإلى حد ما المفروض يعني مش المفروض بس الى حد ما ان التريننج بتاعه بيقول ان الشخص ده التول دي ما دام فاليد ان الشخص اللي عنده اكسبيرينس معينه لو عمل له تريننج عليه يقدر يستخدم هو عنده السالب بتقول الكلام ده لا هي مش مهم بس انا مش معترض لا انا ما اعرفش انا مش معترض خالص انا بقول ايه ان الطبيعي ان انا عشان اجنرالايز لازم تبقى سواء الريتنس الريتنس يبقى اترنت والpopulation من samples تبقى random ده اللي بقول والsequence يبقى random ده اللي بقول بس يعني وانا ما قريت يعني طبعا ما قريتش كتير انتوا قريتوا اكتر مني في الموضوع ده بس انا ما قريت فهمت ان الكلام ده مهم ان هو حتى بيقول لك ما تاخدش من center صغير لكن ما تقدرش تاخد random sample من الريترز لكن عايز واحد يقول لي ان انا شايف دول انا خدت من كل السبيكترم خدته خدت من كل السبيكترم هم كلهم زي بعض بقى فيعني ماشي ماشي بس انا انا تنحي من نجي دار رايس انا مش هحلف وراك نوت راندوم سامبل يعني هنسي حوتر مثلا سيتويشن معانا ما يتعملش فيها راندوم انا ما اعرفش فيه هو دي رساله انا فاكر كده مش موقع انا مش موقع لا اونلي ذيس سيتويشن اي كان نوت دو راندوم سامبل أبص معك ها والله محمد خلاص نحن بتكلم على random votes لسه نعم random recruitment يعني ربنا سبحانه وتعالى ودخل قرية الملوك في قرية إلا أفسدوها ده فعل الإنسان كل ما الإنسان تدخل في حتة وبيفسدها كلنا عارفين إحنا أفسدنا الكرة الأرضية مش أكتر من كده نفسد يعني فهو مش مفروض randomness معمول عشان الإنسان ما يتدخلش لإفساد الشيء هل مثلا في ستادس انا ما اعرفش ده لا انا ما اعرفش ما يتعملش فيها راندوم مش متخيل انها فيش بس يعني الفيزابيليتي بقى يعني الفيزابيليتي على عيني وراسي يعني انا محترم من الكلام ده حتى ان انا دي ناس اشتغلت بالفعل بس ما تقوليش جنرالايز وزود راندوم سامبل انا مش مقتنع هو حضرتك بتقوله صحيح تماما بس نيجي للجزء بقى بتاع ايه it's too good to be true على ارض الواقع عشان اقدر اعمل random recruitment دي انا عايز داتا بيسز لا انا فاكر هو مش ما وصلتش لدرجه ان في ناس كتير ناس محترمه المفروض انها محترمه تقول لك كريكر تريز دي نتائجها questionable احنا عايزين نمشي على ارض الواقع real world evidence احسن من كريكر تريز ممكن تقصر بالظبط ما عملتش حاجه بس انا مش برضه مش ايميل اذكروا لا يتركوا لهم وحاولوا هنا ان هم يحطوا بعض الجايد لاينز تقول احنا ما نقدرش نعمل دايما ريكروتمنت ات راندوم خلاص ان انا عندي داتا بيز للناس اللي موجوده اللي ممكن اعملها ريكروتمنت ما مش بقى طب انت اعمل الاستاد بتاعتك وطبقها على نفسك هو بس ما تجيش تقول لي جنرالايز غير لما تبقى انت واخد انا مش هجنرالايز عندي غير ما راندوم سامبل لازم يجب يعني ما اعرفش انا مش هو هي كلمه برضه جنرالايزيشن هي برضه وزن ليميتس يعني ايه يعني انا ما اقدرش اعملها جنرالايزيشن كده من اي من غير اي كونديشن يعني المقصود هنا بالجنراليزيشن جنراليزيشن ان انا يعني اجين ما لا يؤخذ كله لا يترك كله على ليفل صغير اما انا فاهم يعني زي التو جروبس ار ايكوال ماشي يعني بالظبط يعني لكن هو حاول يحط جايد لاينز اسمح لي شويه ان انا اقلل البايز اللي ممكن تكون ريليتد للراندمنس او للريكروتمنت على العيانين او الابسنس اوف راندمنس فمثلا هل انا بيقول لك هو الافضل ليه انك تاخد راندم سامبل زي ما حضرتك قلت بس لو خدت كونسكيوتر هبقى حاسس ان في سؤال سيلكشن اوف كويشن هاف انتروديوس بايس بالظبط هو بيحطها انتو كونسيدريشن في حاجه زي كده عشان يروح بعد كده يبص على الابليكابيلتي معلش نزلي تحت يا منى يعني هو بيشوف بقى طب الابليكابيلتي الاساس طلع بقى السنه فوق الابليكابيلتي بقى ايه السنسرز ذات انكلودد
patient do not match the review patient. يعني في الاخر بيحاول يشوف هل فعلا انا عندي الجات ان انا اعمل generalization ولا لا. How much اقدر ابقى confident في generalization بتاعي او how risk دي هتبقى. لو نزلنا تحت شيء سيبي الاندكس تيست هتلاقي في حته بتتكلم عن الانفكشن بتاع التست نفسه بعد كده الفلو انتايمنت. ايوه هو هنا بيتكلم عن الجزء اللي احنا كنا بنتكلم عنه اللي هو هل في appropriate interval ما بين التست اللي بيتعمل ولا لا، هل كل العيانين خدوا ريفرنس ستاندرد ولا لا. يعني الفاتيج اللي هيكون كتير بالظبط اللي هو الجزء ده هو هنا بيسال عليه هل الميجرمنتس اتعملت ازاي. في اجزاء منها بيسال على الاكسبيرينس بتاع الاسيسور وهل ده اكسبيرينس وخد سبيشال ايديوكيشن في الجزء او تريننج على الحاجه اللي بيقيسها ولا لا. باعتبار برضو ان مهما انا شخصيا لو هقيس نفس الحاجه اكتر من مره لو انا النهارده مش مركزه او تعبانه غالبا ممكن عندي ايرورز. فبما برضك ان هو مالي الاخص كله لا يترك كله بيحاول يعمل ستاندردايزيشن فبيكتفي بكلمه. يعني احنا بنحاول دايما ندخل كلمه ستاندردايزيشن دي بالتريننج وللناس دي تشتغل مع بعض فتره على نفس العيان لغايه ما يجيبوا احسن نتائج تبقى يعني نور النتائج بتاعتهم تبقى كورليتد سيجنفيكتلي وبالتالي يبقى اي زي ما بي اي ام. انا شخصيا بعمله ما بين وان تايم اند اذر. طبعا ممكن ده مش الايديال سيتويشن بس ده نوع نقول البراكتيكال سيتويشن في الوقت اللي احنا عايشينه صمتين قدام الداتا بيز. اه الداتا بيز محمد الموضوع ده بالنسبه لي حساس لي لان من خبرتي مع الناس زملاء الناس بتكره على الموضوع. اه دي هي بتكره وبيعمل له every effort to avoid. فاحنا لو فتحنا له لازم باب هم اوريدي اصلا رامين نفسهم فيه حقيقي على ما لهمش اي خبره الاوبتمايزيشن بالنسبه لهم خالص. بس افتح لهم هذا الباب دي مصيبه. بس الخوف هم اوريدي يعني ايه الخوف الثاني برضو ان انا لو حاولت ابقى مثلا عايزه اعمل براند بلد زي مصر ام نوت جوينج تو كوندكت ريسيرش ايه انا فكرت الصوت ده مش قصدي مش ايه المشكله. ايه المشكله ما عنديش داتا بيس اطلع منها راندوم سامبل ومش لازم يكون عندي داتا بيس. يعني طب ما انا اعمل داتا بيس يعني مشكلة ان احنا فورورد بس هي فورورد هي تكس تايم تكس نو تايم 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 ايه يعني تايم. يعني انا لو فتحت ان انا اعمل داتا بيس في ده اخد داتا ل 200,000 واحد في يوم في السنه. لو هنبص بقى على البرفكشن الديمرداش اللي بيجي لها ناس معينه من اماكن معينه غير اللي بيروح مستشفى العيادات الصحيه اللي طبعا مش عارف نتكلم بقى بقى في الدنيا كلها كده بالظبط. ده الاصل على بوبوليشن معين هنطبقه على الناس اللي بيروحوا التيرشري هوسبيتس. يعني كلام ما فيش حاجه ما فيش مستشفى عالمي في العالم بالظبط الناس اللي بتروح يمكن مش بره كمان اسمها اوستيو ارثرايتس انيشيتيف ان انا بقى كل عيان اوستيو ارثرايتس في امريكا يبقوا مسجلين عليه. هي ده سورس اوف ريكروتمنت فعلا يعني راندوم ريكروتمنت. اوروبا عملت حاجه زي كده اللي هي بقى نيشن وايد ريجستير. اوكي بس يعني على الاقل نعمل في اتوقي معلش دكتور نروح لحته ثانيه بس يعني لا تمام. طيب هو بس ده اخر حاجه. بس هي اخر حاجه اصلا هو محدد العيان بتاعه على اي دي اس اس لغايه 6 من 1 ل 6 بس. لما جينا نبص على السكيل ده واحد ده معناه واحد نورمال اصلا بيمشي وعادي وسته ده واحد ماشي بكراتش. فهو برده محددش البروبورشن لكل يعني دلوقتي اللي جايب سكور واحد ده عندك نسبه كام في الميه منه؟ ما قالش ويت بقى سكيل كبير قوي بيقول مثلا واحد واحد ونص اثنين اثنين ونص ثلاثه ثلاثه ونص أربعة أربعة ونص خمسة. طب عامل ميديان ورينج بسكيل؟ سكيل بسيت سكيل هو أشهر الإكلوجين كريتيريا بتاعه. طب بس دي ممكن ما تديناش إيه؟ معرفش في واحدة في الكاركترستيك معلش الجدول بتاع الكاركترستيك. لا تيبل 1 تيبل 1 أشهر تيبل في التاريخ. يعني ان انا اقول اللي هو الناس اللي عدد الناس اللي ماشيه بكراتش وكين لاترال بايلاترال ما تديش انديكيشن للموضوع. طبعا هو المفروض كان يقول المفروض يقول بس انا بسال على الاي دي اس اس. لا اوكي صار على سامبل صغير لو كان سامبل كبير على ممكن 80 واحد سامبل صغير طبعا كبيره يعني بالنسبه للستديز ستديز او طبعا كبيره 40 يبقى صوت يعني بتحسب السامبل سايز توصل 40 او حاجه
same patients. فهو يعني كان مفروض يقول حاجة زي كده عشان تدي insight في السامبل بتاعته. شايف السامبل ده؟ بس الدكتور بيقول ايه with the cut off source LM 19 sensitivity 87 و specificity 51 فيلي. لا بس صعب قوي حد بعت حاجة دكتور. انا هي بس مش عارف اقرا ايه دول مسيد الجديد. This will be done with the Egyptian general. صباح الخير على حضراتكم. الداتا بيز. صباح الخير. ما حبيتش ان انا اقاطع بس عشان كده بكتب. فكرة الداتا بيز طبعا هي احنا بنلاقي الحتة دي في مصر unless ان هي تبقى طبعا بعض المستشفيات وبتبقى قافلها على نفسها. وفي داتابيز موجوده في مصري في عين شمس دكتور. المفروض بقى هيبقى الايجيبشن جينوم بروجكت هيبقى بقى معايا داتابيز كويسه جدا. تخصصي يعني في مركز مصري. ايه المركز مصري اللي هو بتاع الابحاث بتاع الابحاث اللي ماسكه دكتور هشام الغزالي. في داتابيز عن العينات اللي موجودة أركايفد عندهم يعني. عينات سامبلز يعني ولا إيه؟ سامبلز. والمفروض بقى زي ما أقول حركة وما هيعملوا بقى يعني بلاتفورمز وحاجات كده عشان خطر الإيجيبشن جينوم بروجكت. أنا مصبرتي يا دكتور هما بيحاولوا يعملوا الداتابيز دي. أقول لساتك أول من أصرها كان دكتور إسماعيل سلام ربنا يدينا الصحة ما كان نتكلم عن سنة 95 بقالنا كم سنة؟ ومعهد الأورام نفسه ما فيش يعني معهد الأورام نفسه ما فيش اللي هو يعني من الأماكن الكبيرة جدا بس معهد الأورام easy process. يعني أنا عن نفسي عندي داتا بيز العيانين بتاعتي فيها 12,000 عيان 12,000 شخص كل بقى واحد بالأساس 900 أستاذ دولار جمع له 10,000 كان زمان عندنا داتابيز في 10 داتابيز كويسه جدا حاجه احنا بنفتقد دي يعني جدا. المفروض ده حتى يبقى مشروع قومي يعني وهو سهل ومش محتاج يعني تكاليف وكده يعني بس احنا فعلا محتاجينه جدا. كان في حد معانا لابورت من انجلترا كنا بنقول طب تعالى نعمل داتابيز فهو نفس الكلام بس نوت ذات ايزي خالص يعني من ناحيه الكونفيدنشاليتي اوف انفورميشن والبرايفسي وناخد الابروفلز داتابيز از نوت ايزي زي بس الدكتور عارف نوت ايزي من ناحيه مين هيبقى ليه اكسس للداتا الدكتور ده بالستاندرز بتاعته هو احنا هنا ما عندناش الستاندرز دي خالص يعني مش موجود داتابيز از فيري ايزي بروسيس هي ايزي بروسيس بس علشان نستخدمها في الريسيرش بطريقه تبقى ابروفد ايثيكالي دي مش خلاص كويسه. طب نلمها نستنى من 30 سنة. طب هما بره مش لسه لغايه دلوقتي بيتكلموا how to use it. طب لموها ولا ما لموهاش؟ في حاجات اتلمت في حاجات لسه. طب احنا ما عندناش في حاجه تتلم بس هي دي عندنا اهم ما يتلم يا دي ده بتيجي من الاثورتي يعني الاثورتي والاستخدام الصوت يا دكتور الداتا بيس كتير مثلا الداتا بيس بتاعت جراحه القلب لمها الجمعيات جراحه القلب وبتعبر مش اثورتي ولا حاجه. في جمعيات فعلا بتعمل حاجه وبعدين 57 عليها لو ما تسجلتش ناس لما كنا قاعدين مع حد عايز يعمل اوبزرفيشن ستادي وكان بيصدق عايز يلاقي اي مار من هو مش محتاج ياخد الكونسنت من داتا متاخده من دكتور محمد. انا بعمل داتا بيس اوريدي لمعلومات موجوده يوم كذا سيمتوم كذا دخل المستشفى يوم كذا خد الادويه الفلانيه خرج من كذا. You don't need to have a consent for the patient to record this step. You don't need. خلاص. انا ما يعني symptoms مكتوب. يعني انا محتاج اخد consent بتاع المريض عشان اكتب في الريكورد بتاع المستشفى. طب ما انا طول النهار بلم بكتب الكلام ده في ورق بس المصيبه ان في اخر النهار بطبق الورق وبرمي في الشباك. فهو it is already موجود يا دكتور محمد. بس هو بيترمى فانت مش محتاج كونسنت. يعني يا جماعه احنا
يعني ما فيهاش صح اوريدي متقيد عندهم داتا بيس. بص بقى قول لهم طلعوا لي المخازن داتا بيس، المخازن موجوده في كل حته، اللي خايف يخش بيها بقى اخر النهار، كم عنده اكسجينيتور، كم عنده مش عارف ابر، كم اشتريت من مين، اتوردت امتى، دخلت الساعه كم، خرجت الساعه كم، مين استلم، هو عامل داتا بيس. طب مين بقى يستخدم الحاجات دي؟ كان بيكح ولا لا؟ هو ايه؟ ما نعرفش. طب دي داتا بيس انت مش محتاجه، مش محتاجه اذن من حد، هي محتاجه اذن دكتور عيادات. فاهمين؟ انا ما اعرفش بصراحه، بس انا عارفه ان بعض الحاجات ان العيان من حقه ان هو يرفض ان اي داتا ليه تبقى. انا كلمت حضرتك في حاجه واحده. ست لما بتروح في اي مستشفى، انا لو اتعالجت بره، خدت شويه بره، لو عندك بين مش بيأيدوا في ورقه؟ اه طبعا. بياخدوا الاذن؟ يعني ما بياخدش اذني في بس السؤال بقى يقدر يستخدم الحاجه دي؟ الدكتوره لسه بتتذكر احنا عايزين نريكورد. يو ار ميسنج انفورميشن. العيان ده زي كليك انت عملت له راندومايزيشن والعيان ما خدش الدواء، يو كان نوت ريبيت راندومايزيشن، ما اقدرش استرجع الموضوع. بس الليبو داتا بيز العاديه دي ما تستعملوهاش يا جماعه، خلوه. ثم بعد ذلك نتناقش، ما بقى بنتناقش طب نستعملها ازاي، بس الكل رمينا. لكن نقعد 30 40 سنه نتناقش نستعملها ازاي، وبعدين ما نتفق مش هنلاقي داتا بيز. لا تمشي انفورميشن، لا بس احط عليك انت بتتكلم في الديسيشن كنت مش فيه بتاع الانشن ماكس. يعني جزء انا كده اشوف كان من الحاجات الانترستنج لما عملت اوبريشن اوكي ان هم سجلوا لي ان انا عندي اوبريشن ثانيه خلاص انا مش عاملها. ما داتا بيز هو ريكوردد ليا. شفت الراجل في المانيا اللي رفع قضيه، الولد السوري اللي رفع قضيه مش في المانيا، دخل عشان يعملوا له عمليه في رجله اليمين، عملوا عمليه في رجله الشمال. كده بس انا كان مش بتاع بعيني وانا نايم. عيان كان داخل عشان يشيل له ابسس من اللنج اليمين، الجراح ابتدى يشتغل وكان بس يعني ما اتفتحش، كان هيفتح الناحيه الشمال ومش مشكله يعني كان هبل. بالظبط. خير في حاجه ثانيه هتقولها لي منى؟ شكرا يا منى. انت ايه انطباعك على الديسكشن ده؟ يعني انت مثلا لما جيتي بريزنت البيبر دي، هل ده ميتنج الاكسبكتيشنز بتاعتك؟ هل لا خالص من ناحيه يعني ما كنتش متخيله ان ده كده. وبعدين انا اصلا في حاجات كمان ما كنتش فاهمها فدكتور محمد فاهمها لي. بص يعني دلوقتي احنا دخلنا في حاجات ثانيه خالص. اه اوكسيمتر احنا ناخد بيبر الاولانيه كنا بعدنا برضو اللي هي ان هو عايز بالسمارت فون يبقى اكسيمتر، عايز يقيس الهارت ريت وعايز يقيس الاكسجين ساتوريشن. اوكي. طيب هو اللي اتقال هنا ان هو اول حاجه ان انا عندي السي او بي دي كارديوبلمونري كونستركتيف بلمونري ديزيز، محتاج البلمونري ريهابليتيشن، وده من اهم الحاجات. ده يعني ابروفد يعني باي ستاديز، بس المشكله ان العيانين مش بيقدروا يعني مش بيقدروا يروحوا ياخدوا البلمونري ريهابليتيشن بتاعهم. فبالتالي الفكره ان احنا نوصل نبتدي نبص على الايه الباريرز دي، احسن حل ليها هو التيلي هيلث او التيلي ميديسن او التيلي ريهابليتيشن. اوكي طيب المشكله بتاعت التيلي ريهابليتيشن فيها خالص. بس اهو حضرتك اهو دي مستر بتاع كم كبركول 10562 دول كارديك راجل مظبوط كان عنده ثلاثة حتى او اي مستشفى في مصر في الدنيا عنده نص هذا العدد، وكمبليت ريكورد لكل الناس بكل الداتا. اللي في حاجه نون ايثيكال عملتها؟ لا لا هي اسامي الناس اهي اهي كل اسامي الناس كويس. في حاجه منعتني ومجهود الناس طول مجهود، فين مجهودك؟ مش مجهود، انا جبت بتاع سوفت وير ببلاش وعملته وحكيمه يا دوبك جنبي يا دوب ما بتعرفش تقرا وتكتب، ايه بتسجل الداتا؟ It's feasible, very easy and feasible. وإذا كان المنطق إن إحنا طب إحنا ناويين نعمل إيه، ده بالظبط زي منطق الحلال والحرام اللي هو إيه حلال ولا حرام، ينفع ينفع يا جماعة هاتوها.
فين عليها بس عشان هي خلاص مش ترجع تاني اللي عندنا دخل عمل العمليه مش هيرجع تاني ومشي خلاص وبعدين مش ايه المشكله وبعدين شمس الخناقه كلها وعرضنا عليهم هذا السيستم من 15 سنه امبلمنتد وحطيت على السيستم لكن كلها هم عايزين يجيبوا السيستم زي اللي في الكيميك اللي بيركب وهيجينا منحه وهنجيبه طب ما تستغرب ابو الشر من الاول وقف تقعد تبدا اصيل تحرك امثال يعني مجدي يعقوب جلاله قدره بالملايين اللي بيجمعها على قلبه قد كده بيستخدم الريد كام يعني انا مش معترضه لان احنا ممكن نجمع الداتا بالعكس هي ممكن تجمع بس اليوز بتاعها بعد كده في الريسيرش مش معترضه يعني ده اللي انا بقول عليه استخدامها في الريسيرش هي مشكلتها دلوقتي اليوز في الريسيرش اليوز وات هي مش موجوده مشكلتها انها مش موجوده يعني اطلع انا فاهمه اصلا حضرتك انا اصلا فاهمه يعني انت برضه كنت بتعاملي معاهم من بعيد انا واحد منهم عارف ازاي فكروا ازاي معلش لا ابدا صرت زعلت لا هما عملوا استدي لو ان حتى في راندمايز كنترول ترايل ان الهوم بيست يعني تيلي ريبيتيشن زود الانديورنس بالنسبه للناس اللي عندهم سي او بي كانت المشكله بتبقى في ايه؟ المشكله ان انا عندي ديورنج البروجرام وديورنج الاكسرسايز لازم هو يمونيتور حاجتين الاس بي او 2 اللي هو الاكسجين ساتوريشن والهارت ريت على اساسه يا اما بيموديفاي البروجرام بتاعه على اساسه بيقرر حاجه ودان الاكسرسايز تمام؟ فعشان كده استخدموا كان في حاجه هو داتا في سمارت فون ابلكيشن افيلبل ان هو يقيس الاكسجين ساتوريشن ماشي خلينا نمشي بس في الحته دي كذا حاجه ان هو قال طبعا قال سعره تمام وقال لك the only smartphone oximeter approved by health canada for use in medical settings اوكي اللي هو ايفون ولا استخدم اللي هو الابلكيشن ماشي however it has not been assessed to use during the exercise يعني هو approved ان يستخدم by health عندهم في medical setting ودي انا حاجه استغربتها ان هو مش valid اساسا انه يستخدم during the exercise at rest هم طيب ايه المشكله؟ طيب يعني استغرب ليه؟ ان هو يابروف حاجه مش يعني اصلا مش بلاش انا هبط على الريست حتى مش انت بتقول هو هبط على الريست كنت بقول الاتست ابروف الاتست هو بيقول هنا نوت ابروف نوت ابسس ديورنج الاكسرسايز بس حتى مش كاتب ديورنج ريست كان ابروفد ولا لا يعني قصده شو يعني فقال ازاي بيستخدم حاجه مش ابروف وهو هو هيحاول يفاليدي ابروف ميديكال سيتنجز بالظبط هو ابروفد هو لسه اساسا مش فاليديت اوكي ايوه فعشان كده هو هيشوف الاكيرسي بقى بتاعت السمارت فون ده ماشي مع الديورنج الريست وديورنج الاكسرسايز هيشوف الحاجتين الاكسجين ساتوريشن والهارت ريت في البيشنت اللي عندهم كرونيك لونج ديزيز الحاجه اللي هو استخدمها عندي طبعا هو قال السامبل بتاعته او البارتيسيبنت بتاعته الكاركترستيك بتاعتهم ان هو حاول هنا طبعا ودي حاجه كويسه ان هو حاول يستخدم الناس اللي هتستخدم السمارت فون يبقى زي الواقع بمعنى ايه؟ ان هو اداهم الجهاز يفاميليرايز مع الجهاز واداهم مانيوال في صور ازاي يعملوا ستيب باي ستيب الحاجه وخلى الكويشن تو ذا مانيوال يعني الا لو نسيسري قوي غير كده عايز يشوف قد ايه البيشنت هيقدر يتعامل مع الجهاز ويستخدمه معاه. اوكي؟ طيب وهو جايب بارتيسيبنتس كان لهم كاركتر معينه ولا اللي عندهم لانج كرونيك لانج ديزيز واستخدم ناس الكنترول بتاعهم كان هيلثي اوكي اصل مثلا بقى القياس ده بيعتمد على زي اللايت هيبقى ريفراكت الصوابع مثلا او من الايد فبيعتمد على الكلر بتاع السكن فالريس هنا يفرق دي حقيقة فمثلا لو مش انكلودد تريسز الاستادي دي هتبقى بارد لمجموعه معينه من الناس لكن مثلا الوايت كلر اوف سكين مهم جدا بالظبط فمثلا يعني يس كده ده يفرق هو مش قايل ان هو طبعا واخد المشاكل دي بالظبط كله بيعتمد على اللايت كلر اوف ذا سكين وبيعتمد على البيتنسي اوف سيركوليشن يعني لو واحد هيقيس غلط هو استخدم ما هيقيس غلط بس هيقيس بالنسبه للاثنين
برضه احنا بنتكلم على فاليديشن. لا ما هو فاليديتي هيبقى فاليد في الوايت بس مش فاليد في البلاك. يعني اقصد ان السمارت فون هيبقى على نفس السكين كلر مع الثاني البلس. احنا يعني هنقارن الاثنين نفس الصوت مش نفس الكاركترستكس سكين كلر بس البرد والساعه مش نفس الشرط نفس بس ممكن بشرط الوقت. لا هو عامل صوت بنفس الوقت يعني نفس اللحظة يعني تك تك انا بقى سؤالي ان هو السامبل بتاعته المفروض تاخد الدايفرستي اللي ممكن تتاثر ده اللي قصدي يعني يعني هو كده مثلا طلعها بارد او مش بارد هو على سامبل معينه لها لون لها كلر للسكن معينه لو ما قالش الكلر بتاع السكن يو كانوت يوز ات. تمام هو عايزنا نستخدم الفالس اوكسيميتر وهو نفسه كده ان ده مش الجولد ستاندرد يعني البالس اوكسيميتر مش اللي هو الجولد ستاندرد هو انت وده طبعا قال ان هو مش يعني مش هينفع مع الكلينيكال سيتويشن يعني المجاز اللي زوم ارتيريال بالظبط كده يعني ارتيريال تنشن قصه يعني حد ياخدها يعني تعمل ان بيشنت مثلا في واحد ريدي بقى هو قال ان السيتويشن اللي احنا بنقول عليه اللي هو تيلي ريهابليتيشن فهو الاكثر فيزيبيليتي ان هو يستخدم حاجه زي كده فهو استخدم البالس اوكسيميتر وال اسمه ده الهارت ريت الجولد ستاندرد بتاعته كان ال 12 بليد الكتروكارديوجرام تمام هو قاس في نفس الوقت بالنسبه للناس اتريست وعلى التريدميل وعلى البايسكل ارجومت تمام ماشي تعالوا بقى نبص هو عمل هو قال حاجه لذيذه في الاستاتستيكال اناليسيس بتاعته هو استخدم بلاند الانتر which is okay طبعا ده صح ماشي بس هو اللذيذ النورمال بس مش بتاعها نورمال شاف نورمالتي ولا لا بس ما شافش نورمالتي دي مشكله لا ما قالش ان هو الناس مش نورمالتي ما قالش طيب تعتمد على النورمال ال طبعا اللذيذ اللي انا قاله هنا ان الفاليديتي بتاعت الاكسجين ساتوريشن ديفايند ان هو اداني ريفرنس للديفينيشن بتاعه ان هو امتى هيبقى فاليد لو انا عندي المين ديفرنس ما بين جهازين كان within بلس اور ماينس 2% ماشي وعندي اجريمنت بلس اور ماينس 4% وقال لي هنا ان انا بهتم اكتر في الاكسجين ساتوريشن باللور ليمت عن الابر ليمت لان انا عندي الاكسجين ساتوريشن كل مشكلة انا ببص على لما الجهاز هيقلل القرايه هيبقى ايه المشكله بينما في الهارت ريت هو بص على الابر واللور باوندز وبرده قال الليمتس بتاعته ان هو يبقى المين ديفرنس بلس اور ماينس 5 بيتس بير مينيت وعندي الليمت اوف اجريمنت عندي ما بين 10 اسمها بلس اور ماينس 10 بيتس بير مينيت انا هنقل على الجدول بتاعه اللي فيه الريزونس عندي هنا ادي هو اتريست وسايكل وتريدميل وعندي ادي البيشنتس لونج ديزيز وعندي الهيلثي كنترول تمام يعني ايه الارقام دي لو حد معانا اونلاين او يمنا حد بقى يقول لنا حد يعرف الارقام دي معناها ايه 1 و 4 مين عندي ليمتس اجريمنت عندي ده البايز ده المين وعندي ده الابر باوند على ليمتس اجريمنت واللور باوند على ليمتس اجريمنت طيب ماشي يبقى انا عندي ان هو بيقول ان انا عندي ال اسمه ده الجهاز اللي هو بتاع السمارت فون ممكن يفرق اون ذا مين عند في اللنج في البيشنتس with lung disease at risk 1.4% ماشي ممكن عندي يزيد up to 5% او يقل عن قرايه البلس اوكسيميتر ب 2.4% تمام اوكي طيب هنا دي مشكلة عنده في الجدول دي غلطة طبعا يعني هو عنده المين هنا 0.4 وعندي الأبر ليميت 4.2 وعندي اللور ليميت 3.4 دي كلها في ماينس دي كلها هنا اوكي انا عندي حتى المين مش ما بينهم بس نفترض هو ممكن المين يبقى كل يبقى ما بينهم ويبقى كله بوزيتيف مش فاهم بس دي هو الأبر كان upper boundary of 95% limits per agreement يبقى 5.1 و upper lower bound ال upper boundary هو يعني هو عامل هنا ال عامل ال 95% confidence interval of the upper lower and lower boundaries
انت عارف دي ليها كوشن مخصوص. اه نعم فاكر دي ليها كوشن مخصوص مين ديفرنس بتاع زائد او ناقص؟ لا دي لا لا هو شلمت نفسه عامل له نايت كلكم. اوكي اه بيبقى ليها كوشن مخصوص يعني عشان كده بتتصل في هي غلطه هي غلطه هي حتى الرسمه رسمه ماينس 3 اه ده اللي على الشمال الهيلثي اه دي الهيلثي بالريست اه طب هي بالماينس هي غلطة في التي بس انا بسال هل ممكن يعني نفترض ان المين طبعا هي باينه قوي ان المين بره الكونفرنس ده بس نفترض ان المين كان 4 هل ممكن مثلا يبقى كلها بوزيتيف وكل حاجه ممكن بس ساعتها معناها ان هو هيبقى سيجنيفيكنتلي ديفرنت دايما قرايته اعلى من الاثنين دايما هتبقى سيجنيفيكنتلي فما ينفع يعني ما ينفعش اللي هو المفروض ان اساسا كان يمشي يشوف فيه statistical significant difference ما بين قرايته ولا لا ولو ما فيش يبتدي يعمل random ultimately فلو هي كلها كانت طالعه بوزيتيف ونفترض ان مين فعلا ممنوع معناها ان انا عندي اساس systemic error دايما السمارت فون بيجيب قياسات اعلى من البالس طبعا اللور باوندري بس مش نيجاتيف فهنا اللي هنا اللور باوندري غلط في طيب المشكله ان احنا طبعا عندنا هنا لو بصينا يعني يمكن بالنسبه للبالس اوكسيمتر الى حد ما مع ان هو في يعني لو بصينا هنا هو طبعا طلع بره الليميت اللي كان قايله هو كان قايل عندي بلس اور ماينس 4% فهنا 5% ده بالنسبه للريست على السايكل وصل ان هو ممكن يزيد up to 8% لا استنى بس بلس اور ماينس 4% هو لا هو كان بيقول ليمتس في اجريم زائد او ناقص زائد او ناقص كومن ستير بتضرب في 2 ولا لا هو كان بيتكلم على ان الليمتس في اجريم بتاعته تبقى 4 بلس اور ماينس 4% من المين طيب ماشي يعني الكونفيدنس انترفال بتاعتها بلس اور ماينس 8% شيء بلس اور ماينس 4 لا ما انا اللي فهمت هو الليميتس باجريمنت ان هو الليميت الابر باوند واللور باوند كاتب ايه؟ مش هو كاتب ايه؟ الليميت نفسه كاتب الليميت وزين 4 يعني ده بعد ما ضربها في 2 وبعد ما ضربها نرجع بقى للمقارنة ماشي لو بصينا هنا ان عندي يعني ممكن تكسرين فعلا زي ما انت بتقول بس يعني هنا في الاكسرسايزز ممكن يزيد 8 ممكن يقل 9 20 ده بقى الهارت ريت اللي كانت قياساته في مع السلامه يعني الهارت ريت عندي في الاكسرسايزز عندي احيانا كان بيقل 79 دي ارقام خرافيه الهارت ريت اللي قايل بالمنظر ده وعندي 21 او يزيد 21 وعندي ما ايرور هيزيد فبالذات ان انا كمان عندي يعني هو المفروض كاكسرسايز اللي هو اساسا الجول بتاعه ان هو عايز حاجه تبقى فاليد ان هو يقيس بحيث ان العيان يقدر يمونيتور وعلى اساسها يقدر يموديفاي الاكسرسايز وهو اساسا الاكسرسايز بيعتمد على الماكسيمم هارت ريت تارجت ماكسيمم هارت ريت والبرسنت منها فمعناها ان قياسات الهارت ريت كده ما تدلوش اي انديكيشن اي حاجه. دي بتعتمد على الكلر فكل ما السرعه تزيد الديتكشن بتاع الكلر. بس دي كانت ايام كورونا كانت ابل قالت انا عملت الابل ووتش عشان اشوف الاكسجين ساتوريشن ونزلوا كده وابتدوا يبيعوها كده فالناس قعدوا عملوا كومبلين وقالوا ان هم مش بلد ولا ريلايبل فابل هايرد ا هول تيم يثبت ان الاكسيمتر بارد وريلايبل لغايه دلوقتي نوت كومبليتلي يعني الحاجه الوحيده اللي الابل ووتش البروفن الاريزمس بس غير كده حتى بيقول لك الاريزمس بردك يعني وهي اللي شغال في الحاجات دي عارف انها بتعتمد على السبيد بتاعت الحركه كل حركه بتزيد في حاجات هتبقى اكيوريت اكتر في حاجات اقل وهكذا هو نفس البالس اوكسيمتر لما بيبقى ايد بتترش السما بيتحرك لانرجي كونسبت ليها دعوه بالانفايرمنت وبطريقه ايوه حتى قال هو الموشن ارتيفاكت ان هي افكتد ذا ريفرنس ديفايس هو هنا بيقيس على صوابع عينيه كان تعبان بالله الميثودز نفسها هنا بتاعت السمارت فون اه كونسيست اوف فينجر بروب
نشوف كمان زي the probe is a hard plastic clip زي أو مثلا هنا حاجة يمكن مش related قوي بس لو عنده keratinization في النيل هتلاقي دلو إرف عشان كده الحاجات دي بقى يعني الكونتكست هتلاقي يعني تفرق وضفه متعور أي حاجة لكن بص على الجرافيك أنا كان سالي بعد بس تمام هو ليه فوق عدد يعني overlapped ولا السكين بس يا دكتور لا النقط لكن مش انت مش عند بونس يعني انا اكيد في overlapping في الشمال غالبا هو نفس هارت ريت هارت ريت لكن هو ده الغريب ليه لمس رجلي من بعيد قوي والنقط هنا الا لو في حاجات بقى طالعه بره السكيل صارت زي حتى انا شايف الناحيه الثانيه الاوت فاير اللي فوق ده بصراحه رايي ممكن يكون مثلا طالع بره خالص بس الليمتس في اجريمنت تبقى كده هو عنده الداتا يعني كونكت في الحته دي صعب طيب هو جاي بقى في الكونكلوجن وقال لنا طبعا ايه found ان الاوكسيميتر ده بتاع السمارت فون كانت اسمها ده easy to use it's okay it couldn't measure لا الاكسجين saturation ولا الهارت ريت during an exercise if used during an exercise activity should be paused briefly in order to ensure most accurate measurement انا معرفش ليه جاب الكونكلوجن دي يعني الجمله الاخيره دي is not approved خالص بالداتا بتاعها ولا بالارقام بتاعها ان هو يبوز الاكسرسايز هو قال ان معناها ماشي الاكسرسايز كانت فيها اوحش بس مش معناها ان هي كانت القياسات ديورنج الريسك كانت كويسه ان هو يبقى عشان خاطر يوصل للكونكلوجن انا برضه ما اعرفش بس لو انا فكرت فيه بس المحرك بقى ممكن تجاوبني عليه هو هنا التشينجز لما يعمل الاكسرسايز التشينجز في الاكسجينيشن هتبقى اكتر ولا لو ريح بعد كده رجع للاكسرسايز انا بعمل اكسرسايزيشن بتاع بلط هتبقى كبيرة ديفرنسز كبيرة انا بس حسب الهارت وضعه ايه وحسب ايه بس هو حتى مش عارف الريست اللي سيت ما كانتش بارد مع الجهاز الجزء يعني طبعا اقل يعني لما اتكلم على 11 و17 تختلف تماما عن 21 و79 والارقام اللي انا شفتها تحت دي بس ستيل يعني مش يعني حتى بره الليمت اللي هو قال عليه يعني هو قال على ليمت يعني مش ودين الليمت اللي قال عليه خاطر يقول كده بعدين ديورنج الريست في الهيلثي كان اوحش من اللون هي الفاريشن يعني هي التكنولوجي دي تعتمد على الفاريشن في الكلر فاي حاجه بتاثر على الفاريشن في الكلر هتاثر على الفاليديتي بتاعتها غير ميجرمنت تاني يعني ده لو بيقيس البالسيشن بالبريسو مش باللايت هيدي ميجرمنت تاني فكل ما هيقل الديفرنس من الاكسجينيشن بالظبط الجمله الاخيره اللي هو كاتبها يعني انت انا ما قريتش المقال بس انت قريتها كده ما فيش ما يدل على يعني الداتا ما تقولش خالص ان هو يقول الكلمه اللي قالها في الاخر اكسترابوليشن برضه بيتنبا صح دي كانت اول ستدي كان واحد عايز يعمل فاليديشن بسمارت فون ابلكيشن عشان يعمل ثيرمال اسسمنت لدايابيتك فوت عشان يعمل دايابيتك فوت عشان يشوف دي تاعته بريدكشن للاغص بس عندي مشكله في طيب هو قال ايه؟ قال ان انا عندي ان انا اعمل اسسمنت للفود ده مهم في الدايابيتس بس يبقى في مشكله ان الشخص يعمل اسسمنت للفود بالذات ان هو لا اللي بعد كده بيقول لك ايه ان احنا محتاجين بقى هو قال احنا محتاجين ايه؟ محتاجين هوم اسسمنت تو عشان البيشنت يقدر ايه؟ يعمل اسسمنت لنفسه اوكي دي اول نقطه فبالتالي هو عايز حاجه وقالوا ان التمبريتشر اسسمنت
ممكن يبقى بريدكتور للدايابيتيك فوت ألسر. ان في ستاديز لقيت ان الانفلاميشن اللي بيحصل ده ممكن يبقى ديتكتد، بالذات ان احنا لو عندي مثلا هنا زي ما هو كاتب ان هو بيشوف الديفرنسز في الدرجه بتاعت التمبريتشر، تمام؟ لما يلاقي ان انا عندي في ديفرنس اكتر من 2.2 ديجري سيلسيوس بين الريجن في البلانتر فود نفس الريجن لا في ديفرنس 2.2 وبالنسبة للأفريج بتاع الهول بلانتر ريجن فود ان انا عندي يبقى الكات اوف بوينت بتاعتي 1.35، يعني لو زاد عن 1.35 يبقى ده بريدكتور ان ممكن يحصل له ألسر. طيب استخدم عندي ان هو استخدم IR كاميرا انفراريد كاميرا للسمارت فون وقارنها بهاند هيلد انفراريد كاميرا. اوكي طيب هو عمل ايه بقى؟ والهاند هيلد هي الجولد ستاندرد او بيعتبرها جولد ستاندرد. اعتبرها جولد ستاندرد. طيب هو عمل ايه؟ هو جاب العيان خلاه يمسك شيت صورة كده زي صورة هنا، يعني ممكن تحسوا ان هي شيت يعني عشان خاطر بس يبقى عامل زي باك جراوند الصورة اللي هيلقطها، ولقط بالسمارت فون الايه؟ السمارت فون كاميرا والانفراريد كاميرا لقط ايه الصورة بتاعت البلانتر فيت، تمام؟ وبعد كده حدد كذا ريجن، ادي التسعة ريجن اللي هو حددهم واللي هو هيقارن ما بين الناحية دي ما بين الرجل دي وما بين الرجل دي من ناحية التمر. طبعا هو خد الصوره وراح عمل ايه؟ حطها على مثل دول ريجنز اللي هياخد منهم هياخد منهم التمبريتشر، يعني هو صورها انفراريد كاميرا وهيشوف الديفرنس اوف تمبريتشر قبل وبعد، لا ما بين الرجلين افضلها من التمبريتشر فيه مختلفه خالص. لا ما هو قايل مختلف خالص الكات اوف بوينت اكوردنج تو ريفرنسز، يعني ان انا لو عندي لو نفس الريجن لو في فرق اكتر من 2.2 ديجري يبقى ده بريدكتور للالسر، او لو الافريج فود 1.35 ديجري لان هم مختلفين خالص. حط على مدلاب وشال وفوتوشوب وشال الباك جراوند وقعد يظبط بقى في الثري شولد عشان يشوف البتاع وقاس التمبريتشر. انا بتكلم عن بروجرس عشان انا عندي مشكله معايا في حته بنقولها بعدين. وجه بعد كده الريزلتس بتاعته عمل باندن التيم وعمل لهم الاي سي سي ما بين الجهازين وطلع طبعا sensitivity و specificity و positive likelihood ratio والحاجات دي. المهم ان انا عندي المين ديفرنس عندي ما بين الجهازين لل entire planter food كان minus 0.14 وعندي ممكن يقل 1 degree celsius او يزيد 0.75 degree celsius، وعندي بالنسبه لل region combined كان ده planter ultimate، ومدي برضو كمان في جدول تاني كل region يعني دول different region مدي planter ultimate results والارقام كويسه. الارقام تقول ان انا عندي تقريبا اجريمنت ما بين السمارت فون وما بين البتاع ده وما بين الانفراريد كاميرا. هسال على سؤال بس والله ما سالوليش، انا عارف انك انت يعني مطلعه اكثر مني. هل انا دلوقتي بعمل الاستوري دي انا محتاج اخد وقفه العيان ان انا اقيس ورقه وانشر؟ انا مش عايز معرفة بس اكشن بس كنت بتقري اكتر، انا ما بعرفش الحاجات دي خالص. هي هو ايثيكال اي انفورميشن خاصه بالعيان لو عليها اسم العيان هو ما هو لازم يمضي على كونسبت، ما هو ما ينفعش يستخدم اسم العيان كده كده. تمام ده شيفت. لكن المعلومات بتاعته هي حق العيان برضه لسه انه ماضي على كونسنت. كل العيانين في العالم لما بيخشوا يمضي كونسنت بالظبط ان هو الانفورميشن بتاعته ايه بقى؟ لازم تبقى جوه كونسنت. لا استخدم ايه في ايه؟ يعني تستخدم للكواليتي ولا تكنيكال ريبورتنج؟ الكلام ده يعني ما يسحبك ريبورت لازم اخد موافقته ان انا طب ما تنضاف في المستشفى بالظبط بس الضغط مش مانع ده انا بتلم من النهار انا ما تقوليش والله المعلومات بتاعتك مش ايدنتيفاينج يو وهتاخد عيون فيها سيرش هيقول لك لا
لا مش هقول بس هي يعني لازم اللي هو مثلا مكتوبه في ايا كان، وهيقولها اوف كورس كده، مفيش مشكله براهم. بس الفكره بقى ان احنا حتى دي مش مكتوبه. لا لا ازاي؟ احنا في اكاديميه الاسلام كله مكتوب في السنه ده مش ده مفضلين لك انت مورتاليتي ريت 20% وبيقول لي هو داخل في حد عنده مورتاليتي ريت 20% يخش يعمل ايه؟ هو في الفيش دي ما شاء الله دايما بتبقوا كلين على الحته دي، لكن في العادي لا، يعني بردك الايمج بتاع العيان. طب بلاش، هو في عيان بيخش من غير ما يتبرع اهله بالدم؟ لكن فيش كده غصب؟ في اكثر من كده غصب؟ لا لا ما بيعملش عمليه غير لما اهله يتبرعوا بالدم. فانا قصدي هي دوبل بس محتاجش السطر ده المشكله في السطر الصغير ده. بس من البيشنت مثلا اللي هم الاوت بيشنت برش زي اللي يعني منهم انا اسمع بيشنت الاوت بيشنت مش كده خالص بقى يخش يقطع يتعملش يا جماعه. ولو كتب على التذكره اللي هو جميل هي دوبل، احنا مش قصدنا حاجه، هو انا اقصد ان هي اتس كونديشن مثلا عشان نستخدم الدم. هي مش هي يعني قصدك كده هي ما بتتم مش ما بتتمش عشان ده مش مكتوب، هو ده المكان بالظبط. عشان بس اللي يقول ان لا 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 عشان ده في تلك دي بالظبط دي تلك انا ما حافظش الكيشن يعني مش عندنا في مصر، فدي سهل ان هي تتعمل وفي الاخر يلم. بس في حته بقى مش عندنا في مصر بس معروفه بره، ان بعض الريليجنز بره تمنع مثلا استخدام بعض المعلومات. فين؟ في حاجات تمنع البلاد دونيشن في بعض، يعني في احنا مش عندنا ده في مصر بس لما يعني حطوا الحاجات دي ان في مثلا في جهوبا ويتنس، جهوبا ويتنس بالظبط، ففي حاجات ممكن العين لا ما تستخدمش ده تحت ده بره الهويه بتاعي. ده نتاج سنه القرن ال 20 واوائل 21 وانت بتجمع النتائج من اول القرن ال 19 فيا جماعه مش معقول. هي دوبل جدا بس هي شخص مش دوبل، هم مش عايزين يجمعوا النتائج مع احزان ونفس. يعني احنا مثلا بنشوف في الفيزيو ثيرابي كلينكس الانفورميشن اصلا مش كده، احنا يعني بنتكلم على مش ما ينفعش. وبعدين الاسسمنت برضه حضرتك لما تجمع ديتا ما تلاقيش ليها معنى اكيد. طب لو انا ما عنديش الاجهزه وبعمل بعتمد على الاوبزرفيشن في كل حاجه، يعني مجرد هيستوري من غير اي انفستيجيشن بلاش معنى. فده اللي يعني انا برضه يعني انا فاكره في احد الانشيتيفز اللي اتعمل في مصر قريب بدون ذكر اسمه، اللي هم كانوا بيجمعوا سكريننج وبيعملوا وزن وحاجات زي كده. انا شفت الداتا كولكشن كان شكلها ايه؟ يعني انا عايز اقول لحضرتك انا لما قست الوزن بتاعي مش واخده بالي وماسكه البطل بتاعت الميه وشايله الباك باك وشايله عينين فوق والسكريننج تيست نفسه كانت اختي كلينيكال بصور لقيت لا ده في سمثينج رونج في الكيت يعني اون ذا سبوت. فبرضه ما هي يعني هي يعني برضه في الاخر الداتا دي مش عايزينها تبقى تراش يعني. شوفي سبب كلمه وعرفنا السبب. لا لا هي بيرسبكتيف طبعا اول حاجه مش اي reliability فور ذا اسسمنت اوف temperature اي سي سيز مش reliability اسمها دي مجله تبع السي بي اي مش ولا دي دي عشان بس الناس تقتنع ان المجلات تديك الكلام فاضي. هو اساسا في الكونتراكت بيوديك ايه؟ يقول لك كل المعلومات مسؤوليتك انت، انا ماليش دعوه. يعني لما ماضي كده في الكونتراكت مع سبرينج كل المعلومات مسؤوليه الكونتراكت. والناس تقول ده السي في ولا عمر حد يعرف فيها اي حاجه خالص. دي مسؤوليه الايديتور. قالك for this reason the smartphone based can be used as a system tool for monitoring daily text. طبعا انا عندي بقى مشكله هنا ان هو هذا هل عندي تعليق؟ هو جايب sensitivity specificity و كده. هو انا شايف انه عامل حاجه حلوه بصراحه ان هو طلع ده من بين الرجلين. لو طلع لوحده كان هيبقى انا مع حضرتك هو تمام والconclusion بتاعه، بس هو في نقطه هو اساسا الجاستيفيكيشن بتاعه والفكره اساسا في الاول للايم اوف ذا ستدي ان دي تعتبر ان هو عايز يطلع طول تستخدم بالعيان في البيت من سنت بعيدا عن التصوير حد يصوره لما تحطه على ماك لاب ويحطه على فوتوشوب فين يعني هو ضرب البيربوس بتاع الاستدي اساسا من الاول. يعني انت اوريدي قلت انه اتس اوكي ممكن بقى انه بس مش لدرجه ان انت تقول لي ان هو بقى ممكن يستخدم ديلي
مونيتورينج والكلام ده بالنسبه للعيان. انت ممكن تقول انه فاليد بس محتاجين مثلا ان يتعمل له مثلا يوزر حاجه بالسوفت وير، يبقى اسهل العيان يبتدي يشوف بقى اليوزابيليتي بتاعت العيان هل ينفع يستخدمها ولا لا. هو في حاجات دي كتيره بتتعمل ان الصوره تتبعت للدكتور وهو يتولى الاناليسيس. يعني حاجات كتيره من دي يعني مش ديزايند العين يعمل اناليسيس، هو ديزايند لحاجه واحده بس. طب بيستغرب الدكتور هيدخل على مات لاب برضه فوتوشوب؟ اه يعني بس هي يعني بتعملها بعض الفانكشنز البسيطه يعني جاست ا نوت اوف سكريبت بس يعني يعني برضه هو بيعملها كده. في الاساس مش سهل البروسيس اللي هو قايلها مش سهل. انا معاك ان هي فيرست ستيب، انا مش بعرف مش بعرف ازاي. انا معترض ان هو بس كان ممكن يقول ان هو يعني عشان خاطر يستخدمه هيبتدي موديفاي على حاجه زي كده. اوريدي اثبت ان الكاميرا بتاعت الموبايل اللي هي تقدر تعمل تقدر تقيس حاجه زي كده بالظبط، بس مش بالظبط. خليها بقى خليها بقى هي دي انما نفس اي بي صوروها بالموبايل ويعني بدل ما يعمل قاع عين عادي كده في المستشفى بيعملها بال بالتليفون يعني بره. بس بس الان السكر شويه بالنسبه لي مات لاب سمات رفت لاب هات مش مش حاجه سوري سوري يعني بيتي لو تعمل الفانكشن عامله مش بالله من هات هات امبورت خالص يعني كده حاجه فوكس يعني اكتر حاجه ممكن تعمل خلاص. لا شكرا اسلامي اسلامي أنا بسألتي ما فيش هنا زنجبيل صح؟ بس في طبعا احنا كنا بعتنا بتاع كنا بعتنا بتاع لذيذه كده بمناسبه كاس العالم نوريك احسن ليه؟ ان الفاليديتي والريلايبيليتي موجوده برضه بره الطب يعني عشان تستخدم التكنولوجي في حاجه زي الماتشات هو محتاج اسمه فاليديتي يعني ريلايبيليتي طبعا. بس فده طبعا انت فرحان قوي بالعدد اللي طلعت البريدكتيفيتي بتاعته وحشه اصلا. هو كان عاملين بريدكتيف موديل في اوكسفورد مين هياخد كاس العالم بيست على حاجات بقى البريدكتيف موديل بتاعه اتضرب بالنار اتضرب بالنار كان البرازيل بس مين كده الفرق اساسا من اللي كاتبهم متاهلوا من الاول ما تاهلوش كان اتضرب بالنار يعني. هو هنا بيقول لك لو دخل فيها ارتفيشال انتليجنس وعمل خد كل الماتشات اللي فاتت وقعد يتيتش الكمبيوتر يعمل ليرنينج للكمبيوتر البريدكتيفيتي هتتحسن. هو عمل بريدكتيفيتي زي بتاعت لا ما اعرفش هو عملها ارتفيشال انتليجنس ما هو ده 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 انت الفيكتورز بيعتمد على عدد البانس اللي هيعيد قرايته يعني مثلا حسب صد اللاعبين القطريين ان هم لقوا صوت كاس العالم بس انا مش غير يعني اذا كان صوت مش انا مش غير يعني بحط نفسي مكان بتوع مين يعني قطر قطر يعني هو بين ما يدور طلع من الخيمه لقى نفسه بالنسبه له خضه. طب الناس بقول لك ازاي لعبوا كده يعني اقل شيء مش ممكن يلعبوا بس انا هي دي اللي هي الانفايرمنت بقى دي حاجات ما بتتاثر صعب تتاثر بتتاثر في تبقى بيبر من تحت الفاليديتي والريلايبيليتي بتاعتنا برضه ترفع بتاعتنا احنا شغالين في الفاليديتي والريلايبيليتي في السمارت فون بالذات يعني فكرني ان في بيبر عندنا احنا طالعينه فاليد السمارت فون بس مش بتاعت انجلس بري بس كان كان في حاجات كان كان في كلاس في لاند يعني في كونديشن زي كونديشن مش لازم كان كان لا كان في كونديشن كان في كونديشن كانت ريلايبل في كونديشن ما كانش ريلايبل بس كان فاليد ساعتها كان كونديشن زي كونديشن اصلا كنا مستخدمين بيبدو كوريليشن هو وقت ما كنا عاملينه بالاجريمنت كانت الدنيا مختلفه صح؟ كوريليشن ده هو كان كوريليشن. طيب ماشي احنا كده النهارده خلصنا. حد عنده باي كومنت او حد من الحاضر معانا اونلاين كان بيقول لنا حاجه؟ نسمع بقى راي الناس اللي قلنا لهم. عرفته من استفاد بتاع لا تمام يا دكتور تمام تمام استفدنا النهارده قوي يعني. عليك فاتي كدكتورة نادية البرتقال دكتور جمعة جايب لنا برتقال 100 100 معلش بقى المرة الجاية إن شاء الله كل سنة وحضرتك طيبين المرة الجاية إن شاء الله كل سنة طيب الساعة 3 بقى الدوام الساعة 3 الساعة 3 إن شاء الله إن شاء الله. أنا بعت لحضرتك إيميل لدكتور بس حضرتك بس تشيك الإيميل حضرتك بعتيه النهارده؟
من شوية كده. بص فيها. بص فيها معانا ولا بص فيه بس خلاص؟ لا حضرتك بص فيه بس، هو ابديت بس الاثكس قسمناها ما بيننا وزودت اسم الدكتور اللي معانا عشان يعني يبقى ابديتد بس. طيب ماشي حاضر تمام. شكرا يا دكتور، شكرا حضرتك. مع السلامه. نشوف حضراتكم على خير، مع السلامه. ماشي بس انت كده.